اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده السبت، الحلقه الثانيه في شهر سبتمبر، مع التيم الكبير والاساتذه اللي كلفوا نفسهم كتير جدا بالوقت والمجهود والعلم والخبره، استاذ الدكتور عصام نور الدين واستاذ الدكتور سعيد خميس. حقيقي حقيقي احنا متشكرين جدا، احنا استفدنا كتير الفتره اللي فاتت ولا نزال نستفيد وكلنا بنتعلم، وبالنيابه عن جميع الحاضرين وعن جميع الناس اللي هيتفرجوا على الفيديو ده بعد كده، اوجه الشكر الجزيل للدكتور عصام والدكتور سعيد، ربنا يبارك لكم ان شاء الله. النهارده الحلقه الثانيه في جي ان كلينيكال كيس سيناريو. اتفضل دكتور عصام. شكرا جزيلا دكتور هشام على شكرا. المقدمة الجميلة بتاعتك. تحياتي لكل الزملاء اللي موجودين معانا. المرة اللي فاتت يا جماعة احنا قدمنا حالة اتناقشنا فيها بالتفصيل، دي الحالة الثانية اللي موجودة معانا. تمام، طبعا ما حدش يستغرب من الشكل بتاعت البومة اللي موجودة قدامنا دي. انا لقيتها كانت جاية على الديسك توب تبع السايت اللي هو بتاع المايكروسوفت دوت، ولا البين، ولا تقدر اسمها ايه، فلقيت صورتها حلوه فجبتها بالشكل دوت كده معانا، تبقى مقدمه بس ما لهاش علاقه بالحاله اللي موجوده معانا عشان ما حدش يربط ما بين ديت. بيسموها الايجل اول او البومه اللي هي واخده شكل النسر بالمنظر ده، فشكلها غريب قوي زي ما احنا شايفين بالمنظر ده، سبحان الخلاق العظيم. طيب نخش على الحالة اللي موجودة معانا. معانا الحالة ديت دي مريضة 48 years old female patient من الأقصر، presented with nausea and vomiting for 2 weeks. طبعا الهيستوري والحاجات ديت زي ما انا قلت المرة اللي فاتت، عشان اللي ما حضرش معانا المرة اللي فاتت، انا واخد very condensed history عشان نركز على نقط معينة، مش هنشتغل فورمال زي اللي احنا بنشوفه يوم الزوم ميتنج بتاعت يوم الجمعه. فباختصار المريضه ديت كانت بريزنتنج نوزيا اند فومتنج لمده اسبوعين، ده البريزنتيشن بتاعها. طيب الباست هيستوري بتاعها الحقيقه طويل شويه، هي كان عندها تروماتيك رايت ليج فراكشر فيكسد ويز سكروز من 30 سنه ايام ما كان عندها 18 سنه. اوكي، كمان هي هايبوثايرويد من 10 سنين وماشيه على الالتروكسين، كمان هي هايبر تنسيف من سنه وماشيه على التوليفه دي الكارديورا كاربيد نورباسك. الموست ريسنت هيستوري بقى بتاعها اللي موجود معاها، سواء بقى حضرتك عايز تحطه بريزنت ولا تحطه باست هيستوري مش هنتخانق فيه، ان كان عندها ذاكر عامله عمليه اسمها دي سي ار. ايه الدي سي ار ديت؟ اللي هي داكريو سيستو راينوستومي سينس 6 مانثس. ايه الداكريوس هيستوراينوستومي كده؟ عشان ايه احنا مش دكاتره عيون ولا حاجه، في بعض المرضى دي طبعا مش الشكل بتاع العيانه، ده دوت صوره انا جايبها من على الانترنت لحاله شبيهه يعني. المرضى دول بيكون عندهم داكريوسيستايتس، فلما يحصل انفلاميشن في اللاكريمال ساك اللي هي بتكون موجوده في المكان دوت كده عند الانر كانسس بتاعت الاي وتعمل لنا داكريوسيستايتس، احد العلاجات بتاعتها بيتعمل درينج اوبريشن بحيث بيتفتح اللاكريمال داكت اللي موجوده هنا على النوز من جوه. هي ديت العمليه باختصار اللي هي اسمها داكريو سيستو راينوستومي. تمام، الفكره بس اللي انا عايز اقولها لحضراتكم واكيد مش هتبقى غايبه عنكم الفكره ديت كده، ما حدش بيجي له داكريو سيستايتس ديت امبارح فيروح تاني يوم الصبحيه بيعمل العمليه، لا. المسج اللي احنا عايزين نتفق عليها او يعني عايز اقولها لكم، ان اكيد المريضه دي كان عندها انفلاميشن موجود في الاي ده بقاله فتره طويله في اللاكريمال ساك اللي موجوده معاها، واكيد خدت ريبيتد كورسز وانتي بيوتيك، وفي بعض الاحيان الداكروسيستايتس دي بتعمل زي ما يكون واحد عنده ابسس موجود في المكان دوت كده. يعني كان باختصار كده عايز اشاور لكم، سواء حضرتك لقطتها او ما لقطتهاش، ان المريضه ديت عندها هيستوري اوف انفكشن بهذه المواصفات التي استدعت اخيرا ان هم يعملوا لها العمليه دي اللي هي بتاعه الدي سي ار اللي انا قلتها. حاجه تانية خلي بالك برضو من ضمن الكومبليكيشن او المضاعفات بتاعه العمليه دي بعد ما بتتعمل، لان بيتفتح كده من الساك ديت كده روت للنوز من جوه، ممكن برضو يحصل معانا انفكشن. انا قلت لك كلمتين كده خليهم معاك دلوقتي وخلينا نكمل الحاله بتاعتنا. طيب
اون اكزامينيشن لما جت العينه في المستشفى جت البوزيتيف فايندنج، الضغط بتاعها كان كنترول ب 130 على 80، اتفقنا ان هي هايبر تنسيف بقى لها 10 سنين وكان عندها فالور، ولما عملوا لها اكزامينيشن لقوا عندها بايلاترال ليج بيتنج ايديما. دي ظهرت حديثا كده في نهايه الاسبوعين اللي اشتكت منهم من النوزيا اند فوميت. كمان لما شافوا اليورين او البوت بتاعها لقوها انها اوليجوريك، عامله يعني ال 400 اللي هم يعني بدايه الاوليجوريا بالمنظر ده. طيب عملوا لها تحاليل، لقوا التحاليل التاليه: كرياتينين بتاعها عامل 11، الهيموجلوبين 6 جرام نورموسيتيك نورموكروميك، اليورين اناليسيس بتاعتها كان فيه هيماتوريا وكان فيه بروتينوريا. لما عملوا لها التحليل البروتينوريا بالبروتين كريات طلع الرقم 36. ايه ده 36 جرام؟ عايز تقول ان في خطأ فيه؟ ماشي. عايز تقول اه ممكن؟ ماشي، قول اللي يعجبك. واخد بالك ازاي؟ بس هو الرقم اللي طالع معانا كان الرقم ده، ده التحليلات اللي هي هيبان اللي هي السيرم قلبه من يعني هيبان. تمام. فديت اللقطه. التحليلات المبدئيه اللي هي اتعملت، اتعمل اي ان اي والانكا تمام والسي 4 والفيرولوجي، الثلاثه دول كل دول طلعوا نورمال او نيجاتيف. خلاص؟ السي 3 طلع 77، وقايلين في التحليل بتاعته اللي هو ال 77 دوت قليل شويه. خلاص؟ او قليل يعني دي كريز. فيبقى ديت الداتا اللي احنا خدناها. طيب موجات صوتيه بينت ايه؟ بوست كيدنز اوف افريج سايز بايلاترال انكريز ايكوجينيستي وبريزيرفيد ديفرنشيشن. السايزات موجوده قدام حضراتكم اهي، نيرلي نورمال سايز. بدل ما نقعد نفكر في كلينيكال ديفرنشال دايجنوزيس هنخش على طول على الرينال بايوبسي. تمام؟ طبعا اتهيأ لي المنطقي لو حد شاف المريضه بالمنظر دوت كده، واحده هو جايه بأوليجوريك الكرياتينين كام يا عصام؟ 11 11 11 الله يا 11 شيخ. ما شفتوش. اه اه 11 بجد اه ده بخط كبير. انتوا فاكرين المره اللي فاتت، المره اللي فاتت كان كام يا هشام؟ كان 33، عشان اه كده اه كنت كاتبه، كنت كاتبه بخط كبير قوي دوت، بخط كبير بس مش كبير قوي لان 11 يعني متعودين عليها بنشوفها، انما المره يعني اللي احنا فاتت كان 33. طيب يعني احنا طيب توريكات كده قبل البايوبسي عندنا 48 سنة، هوموجلوبين بتاعها 6، مفيش بريفيوس هيموجلوبين ما نعرفش عنه حاجه قبل كده، او البري اوبرتيف بتاعها كان اخباره ايه ما نعرفش عنه حاجه. الهيموجلوبين ده لازم اقف عند النقطه دي، لو كان معاها ورق قبل كده انها العينه كان عندها انيميا لاي سبب من الاسباب هيبقى مفيد، لو مش معاها خلاص هعتمد على لقطه واحده. بعد كده عندنا السيرم كرياتين بتاعنا 11 ومعاها اكتيف يورينري سيجمنت صح اللي انا شايفه، هيماتوريا وبروتينوريا واوليجوريا. ممكن العينه دي لو ما فيش اي باست هيستوري من اي حاجه ولا رينال بروفايل حطها تحت اكيوت كيدني انجري موستلي ار بي جي ان نتيجه هذه المعطيات. هل في حاجه تاني ممكن نحطها في الديفرنشال دياجنوزيس هنا؟ يعني هي خلاص انا يعني انا عندي نفروتيك اكيوت كيدني انجري، في هل حاجات انت برضو، اتفضل يا سعيد. في حاجات ممكن تانية برضو مع الـ طبعا حضرتك قلت حاجة ممكن اعتبه في ذا ليست. يعني الدكتور عصام برضو لمح لحاجات، وما الدكتور عصام يلمح يبقى لازم ناخد بالنا. يعني هل الانفكشن اللي قاله ده له دور في القصة ولا لا؟ هو ما نقدرش نقول عليه كرونيك، بس هقول عليه لونج ستاندنج شوية. الانفكشن بقاله 6 شهور ولا كذا، ده برضو ممكن يعمل لنا مشاكل اخرى يعني، او له دور او له يعني والكومبلمنت كمان نورمال. ماشي. انا مش شرط اقول بوست انفكشن. سي 3 كونسيومد يا شيخ. ليه كونسيوم 77 النورمال 84 82 يعني؟ ماشي، بس ما يعتبر لو يعني انا موافقك يعني اي حد، انا حبيت ان انا اجيب الرقم واقول لك الكومنت اللي موجود يعني ده عليه. يعني زي ما انت بتقول كده بص بعينيك وايه ايوه ويرحم وشخص قلبك. ايوه وارحم بقلبك. يعني انا السطر الاحمر ده في الاخضر ده في الازرق ده كده درويش لي خالص، العيد الكبير لا حسيت بالعيد الكبير، فرحه العيد الكبير. لكن هنا مش يعني مش هاخد في دول. الكوني بقى ان انا اسمي البوست انفكشوس
هل هي تبع ار بي جي ان ولا مش تبع الار بي جي ان؟ هل اي كريسنتك يتسمى ار بي جي ان ولا ما يتسماش؟ انا ما باخدش بقى يعني ما بقعدش ديبيت في هذا الموضوع. العيانه عندها اكيوت نيفريتك نيفروتك، ممكن تبقى كريسنتك ممكن تبقى غير نان كريسنتك، لاي اي حاجه تاني. العيانه دي محتاجه بايوبسي ومحتاجه ايرجنت انترفنشن، والتشخيص النهائي بالرينال باثولوجي. ما هو برضه يا دكتور هشام، يعني كلام حضرتك طبعا تمام التمام العفو يعني. لو سمح لي الدكتور عصام، في جزء تاني من الديفرنشال، ما بقولش ان هو يعني اتوب اوف ذا ليست، بس ممكن تنحط في الديفرنشال. يعني وجود الكرونيك انفكشن ده ممكن وكميه البروتينوريا العاليه قوي ديت، مع ان في تحفظات طبعا على ان في هيماتوريا اوكي، لكن كميه البروتينوريا العاليه تخلينا نشك في الاي اي امايلوتوسيس برضه، ده واحد من الحاجات اللي تشك فيها لان في انفكشن موجود. عندك برضو مش شرط تكون بيور اي كي اي، ممكن تبقى اي كي اي اون سي كي دي. ما بتعرفش السونار ومن يعني من المعروف ان من المعروف ان الهايبوثايرويد احيانا بتبقى اسوشيتد معاها سام سورت لونج ستاندنج، يعني هايبوثايرويد زي كده هيكون ممكن يكون معاها سام سورت اوف سي كي دي برضه سكندري الهايبوثايرويد، ما نعرفش هي ويل مانجد ولا لا. فالموضوع فيه كلام كتير وهيفكوا لي رموزنا ده دكتور عصام لا بالبايوبسي. بس انا تهيأ لي امشي في الاتجاه الاولاني اللي قال عليه الدكتور هشام الدكتور سعيد الاول. ليه؟ لان اولا شكل الكيدنس كده ابارنتلي شكلها انها أكيوت. نورمال نورمال، فما أيوه اقدرش اقول هنا اكيوت اون توب اوف كرونيك ولا حاجه بالمنظر ده. ماشي، أنا معاك أنا معاك الهيستوري هي بريزنتنج معانا بتقول من اسبوعين وهي عندها نوزيا اند فوميتنج، واللور ليمب اديما دي اكتشفت وهي رايحه المستشفى او في اليومين اللي هي قبل ما تيجي يعني الموضوع المستشفى. سريع في أكيوت. تمام؟ ومعانا الحاجات اللي هي المعطيات اللي هي بتاعت الاكيوت نفرايتس، ايوه مع اللي حضرتك هي الاوليجوريا مع الهيماتوريا مع البروتينوريا مع الازوتيميا. فزي ما دكتور هشام قال كده، انا احط العينه دي العنوان الكبير قوي اللي انا احطه في الاول، اكيوت نفرايتس اكيوت نيفريتك سيندروم. حبيت ان انا اقول ما هو داخل تحت برضه عنوان الاكيوت نيفرايتس والاكيوت نيفريتك سيندروم ده، داخل معانا الار بي جي ان، واخد بالك ازاي؟ وارد بنسبة عالية جدا طبعا. فوارد انها تكون داخله معانا. ممكن واحد يروح اي حاجه ايه اللي انا قعدت دايس عليها وعمال اقول الانفكشن والداكروسيست ومش عارف ايه والليله ديت كلها، ممكن واحد يقول ايه الله، طب ما ممكن دي ببساطه وبرضه داخله تحت عنوان الاكيوت نيفرايتس او الاكيوت نيفريتك سيندروم، المريضة دي عشان عندها كونسيوم دي سي 3 يبقى ديت بوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس. انا مش هنبص والبوست وارد انفكشنز وارد وارد جلوميرولونيفرايتس وارد في الكبار في الادلت في الكبار زي في الست دي بتبقى مختلفة عن انها في الاطفال، ان العيان بيجي بالشكل بروتينوريا رقم كبير قوي زي الرقم اللي عندنا ده، سواء الرقم ده كان غلط ولا مش صح، بس هي في النهاية عندها بروتينوريا كتيرة وخلاص. فممكن يقول والله ده هي عندها بروتينوريا رقم كبير وكرياتينين عالي بالمنظر دوت كده، وممكن يكون طب الانفكشن جت منين يا عمي؟ يقول لي من اللي انت عمال تخبط عليها دي، من قصه الداكروسيستايتس والداكروسيستوراينوستومي، وهي ريلاتيف بقى لها 6 شهور، وعشان كده انا قلت لك انها بوست انفكشنز. يعني كل دي كله بيصب في الموضوع ده، انما اتهيأ لي محدش مننا في الاخر هيختلف بعد لا ما لا يشوف لا المعطيات لا 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 الموجودة. لا 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 التلاتة المشاهير بتوعنا مين هم؟ التلاتة المشاهير بتوعنا الدياليسز، الرينال بايوبسي، البلس ستيرويد. طيب اتهيأ لي هل ما كانش احنا عندك سؤال لغاية الدكتور عصام؟ هنشتغل بالتلاتة دول بالشكل ده، وبعدين نبتدي بقى نشوف البايوبسي هتطلع تقول لنا ايه، ونبتدي توريفاين الدياجنوزس بتاعي بعد كده. انا ما كانش تصوري عندها وانا سينوسايتس شفت، يا دكتور عصام؟ لا ما كانش فيه ساينوسايتس ها؟ لا، ماشي اوكي. وخلي بالك الانكا نيجاتيف يا دكتور سعيد. يعني اوكي ماشي انا مع حضرتك اوكي. انا مجرد احنا بنقول برودلي كده الافكار نفكر فيها صح يا ازاي. برين ستورمنج يعني. بس يعني ايه يعني اللي انا عايز افهم الناس حاجه، الزوم بتاع يوم الجمعه هو تعليمي، تعليمي اكتر للناس اللي كمان داخله الامتحانات، ازاي ياخد هيستوري، ازاي يعمل ديفرنشال دياجنوزيس، يعمل برين ستورمنج. لكن الزوم بتاع السبت في الويك اند كافيه هو مش تعليمي، هو برين ستورمنج، هو اكتر ان هو اوبن ديسكشن، او
يعني زي ما انا عملته من اكثر من يعني حوالي سنه الويك اند كافيه، والتارجت بتاعه ان احنا نسمع اراء بعض، سواء كانوا السبيكر او سواء كانوا الفلور والاودينس وزمايلنا اللي موجودين. تمام. الحاجه الثانيه برضو النفرولوجيست بيقعدوا يوجعوا دماغهم، هل دي اسمها كريسنتك؟ وهل الكريسنتك كله ار بي جي ان، ولا الار بي جي ان منه جزء الكريسنتك وده البوست انفكشن حتى بتاعت مين؟ الكلام ده كله كلام ماشي نذاكره في الكتب، لكن تو ابروتش فور ذيس بيشنت زي ما دكتور عصام شخص عيانه زي دي، اي كي اي بروبابيلتي ار بي جي ان اميون ماركر بتاعتها نيجاتيف، اكسبت ان الكومبلمنت سي 3 احتمال واحتمال بسيط يكون كونسيومد، ما عنديش حاجه تانيه تقول اي حاجه فيها، يبقى بايوبسي ودياليسيس وفالس ستيرويد لغايه ما نشوف، الا اذا ظهر بقيه الحاجات هحط علامه كده حمراء كبيره على الهيموجلوبين 6، هل هو ماشي. ريليتد للاكيوت رايز للرينال فانكشن او الانفكشن او السيبسيس، او عندها اوريدي هيماتولوجيكال ديزيز وليه علاقه ولا ملهاش علاقه، لكن ده هخليه على جنب لان ايه؟ عشان ما اشغلش بالي غير بالثلاثه اللي انا هروح فيهم دلوقتي، هاخده تمام كروتين لاب طبعا. طيب تمام تمام تعليقات سريعة كده على بعض الجمل اللي الزملاء كاتبينها. في حد كاتب بيقول انها ممكن تكون ام بي جي ان وسي 3 جلوميرولونيفرايتس. نخلي بالنا الام بي جي ان هيبقى معايا كونسامشن للسي 3 والسي 4 الاثنين. هعرفها بعد كده انها سي 3 جلوميرولونيفرايتس لما اعمل اميون هيستوكيمستري والاقي ان هو السي 3 هو اللي موجود. وكل هو الموجود. الحاجه الثانيه برضو تخلي بالنا، تمام؟ السي 3 جلوميرولونيفرايتس يا جماعه او السي 3 جلوميرولوباثي ان جنرال از نوت ا كومن دايجنوزس. خليك دايما في التشخيصات اللي مور كومن، ما تروحش الشائعة. للتشخيصات اللي هي البعيده شويه. واخد أيوة. بالك ازاي؟ حد بيقول نزفت في العمليه، لا لا معقوله حد نزف في لا العمليه من 6 شهور ولحد دلوقتي؟ لا يا جماعه، وبعدين عمليه ايه اللي هينزف منها؟ ده عمليه بتتعمل ماينر اوبريشن، ماينر ماينر. بلوكال انستيزيا ولا حاجه، فحكايه مش عايزين نبعد بالمنظر دوت كده، تمام؟ ايوه اميليدوزس، والدكتور سعيد كان قال اميليدوزس، وفي حد برضه كاتب اميليدوزس تاني دلوقتي. انت خدت اميليدوزس من نقطه واحده بس اللي هي ان في بروتينوريا رقم كبير، بس خلي بالك الدنيا في الاماليدوزس ما بيبقاش فيري رابيد كورس بالمنظر ده. ايوه ويجي لنا ايوه العيان ده اول مره بكرياتينين 11 واوليجوريا، وبعدين ايه علاقه الاماليدوزس لو انت مشيت مع ان الكومبلمنت ده كونسيوم؟ ايه علاقه الاماليدوزس بالسي 3 اللي كونسيوم؟ ما في فطبعا لا، اماليدوزس انا ما احطهاش هنا في الموضوع. برضو ماشي حد كاتب بيقول انكا نيجاتيف فاسكولايتس، انكا نيجاتيف فاسكولايتس معايا كونسامشن للسي 3، فالانكا ملهاش علاقه بالكومبلمنت، واخد بالك ازاي؟ فاذا تمام، انا ما احطهاش لانها الا بقى اذا واحد نيتروفيلك، بيقول يعني لي هي نيتروفيلك مش انجين الا اذا انتيبودي. واحد الا اذا واحد قال لي معلش ما ال 77 دي مش قليله قوي. ماشي ماشي، ده موضوع بس تاني، ده يعني موضوع تاني. مبدئيا نمشي في القصه دي، تمام؟ ما اعرفش ليه ماشي حد كاتب هومولسز ورك اب. هومولسز ورك اب عشان ايه بس؟ واخد بالك ازاي؟ مفيش حاجه هنا تخليني امشي باتجاه هيمولسس خالص. انا في عندي حد برضه بروتونوريا، كاتب انا عندي بروتونوريا وعندي هيماتوريا، ويعني عندي اكتيف سيدمنت واكيوت كيدني انجري، انا رايح الار بي جي ان، هي بقى سببها ايه؟ هنشوف هل هتبين حاجه في البايوبسي ولا لا، لكن في تمام الاخر تمام سيصب الطريق الى عكا، خلاص انا رايح ناحيه هذا الطريق. صح، كلامك صح. تمام. ونقطة مهمة جدا يا جماعة عشان نكون متفقين في مثل هذه الأحوال على طول، الثلاثة دول كده، وما تتخانقش زي ما كانوا بيتخانقوا زمان بقى يقول لك نعمل مين قبل مين. الثلاثة يتعملوا يا عمي في نفس اليوم، البيوبسي والدياليسيز والثالثة كانت ايه؟ البلس ستيرويد، تمام؟ الباص الثلاثي الثلاثة يا فندم يتعملوا في نفس اليوم، واخد بالك ازاي؟ مفيش قلق خالص، خليك منظم ومرتب ونشوف. يبقى اذا اتهيألي احنا داخلين على طول بقى على موضوع الرينال بايوبسي صح. عشان نبقى عارفين القصه ماشيه ازاي. طب دكتور طيب عصام، خش بمناسبة على الرينال، اتفضل الثلاثة يتعملوا في نفس اليوم، عاوز أسأل الدكتور هشام ملك الدياليسيز، يعني لا ما بيطلعش الغسيل، بيطلع ولا ما بيطلعش؟ لا ما بيطلعش، شفت حسيتك على طول، انت قلبي دليلي بتشمني بتشمني زي ما عصام بيقول، بص بعينك وحس بقلبك. لا ما اعتقد بيطلعش في الاسترويد، جزء منه بيطلع في الغسيل يا دكتور هشام. لا لا، اصل هو الاسترويد ده الفوليوم اوف ديستريبيوشن بتاعه عالي جدا، بيتوزع على التيشو كلها،
ماشي ماشي ماشي. يعني هو لا يعني هو ده كان في حاجه كمان الدكتور سعيد كان بيتقال زمان، وعشان كده انا حبيت تو فيكس البوينت ديت مع اخواتنا الصغيرين اللي موجودين معانا اتفضل. عشان النقطه دي. كان زمان قوي كان بعض الناس يجي يروح قايل لك حاجه غريبه جدا، تمام، يقول لك انا خايف اديله ستيرويد لحسن يغير لي الشكل بتاع الباثولوجي الباثولوجي. يا عم تغير شكل باثولوجي ايه يا عم؟ تمام، لا ادي الاستيرويد دوت مهم للعيان. انت لو بتتكلم في الار بي جي ان الوقت بيفرق معانا، طبعا ادي صح. الاستيرويد وما تحطش في دماغك، حتى لو مع احترامي الشديد لاساتذه الباثولوجي لو قال لك هو الحقيقه بيفرق احيانا، يا عم سيبك من الكلام ده، لا لا تمام، لا 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 لا، خلينا في خش المفيد، جامد. خش في وعلى المفيد على وعلى طول. فكره سعيد كمان عشان تعرف الاحساس حلو برضو، هو قال نعم الاستيرويد لو العين كمان هتناوي تعمل لها بلازما اكستشينج تمام، مش هيفرق معاك ولا كتير، بيفرق. هو ريتوكسيماب بس هو بيفرق معاك كتير، ولو هتدي طبعا كمونوكلونال انتي بودي لازم. فاذا احنا داخلين عدل على الرينال بايوبسي، خد الرينال بايوبسي كده وخلي بالك معايا، تمام، بص عشان لو الصوره مش واضحه، بس هي واضحه. الرينال بايوبسي دي كده فيها 7 جلوميرولاي في اللايت مايكروسكوب، واحده من الـ7 از جلوبال سكليروتيك، ذا ريست اوف ذا جلوميرولاي شو لارج مودريتلي هايبر سيلولار تافتس وذ ميني نيوتروفيلز اند سيجمنتال مايلد ثيكننج للكابيلاري وولز. تمام. 4/7، اتهيألي 4/6 بقى، ما خلاص واحده من الـ7 دي أربعة جلوبال على ستة. سكليروتيك. أربعة ماشي على ماشي ستة ما طبعا. علينا، بس هي الدكتوره منال سلمان اللي كاتبه القصه دي، ومش عارف الحقيقه المريضه كانت في الاقصر، مش عارف هي هم بعتوها لها ولا ايه اللي حصل، بس هي اللي عامله الريبورت دوت كده، تمام، تمام. الكلام دوت وهي في الاقصر حصلت الحاجات ديت كده، وبعدين بعد كده جات لنا عين شمس. 4/6 او 7 زي ما انت عايز فيهم سيلولار كريسنتس، و2/7 او 2/6 فيهم فايبرو سيلولار كريسنت، تلتين تلت يعني. واثنين واثنين من السبعه او 2/6 زي ما انت عايز برضو فيهم سيجمنتال نيكروزس. خلاص كده؟ ايوه. طيب رينال تبيول مايلد تو مودريت اتروفي وفوكال كالسيفيكيشن، مش عارف فوكال اكيوت تيوبلر انجري، انترستيشن فيها اديمه، مايلد انفلتريشن باي ميكسد انفلاماتوري سيلز، السمول ارترز اند ارتريولز مودريت وول سيكنينج بتاع ولو هايبرتنشن يعني. فاسكولايتس، تمام. فخلصنا، يبقى ادي الوصف اللي موجوده قدام حضراتكم. احنا عندنا كل الجلوميريولاي الستة اللي موجودين وانت فيهم مخبي، كريسنت، وانت مخبي الحته المهمه. التشخيص لا، الالكترون فين؟ بس ما تعملش الكترون بيندنج. بيندنج 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 بيندنج. اوكي. ايوه، لا هو مخبي التشخيص دكتور عصام. حاجه خلاص مهمه برضه يبقى ديت الالكترون. الفكره اللي موجوده معانا، يبقى ده تقريبا ده احنا عندنا كريسنس يا جماعه بنسبه كام؟ 100%. خلاص، تقريبا. تقريبا. والكريسنت ديت خلي بالك عشان الكلام دوت كله بيتصرف الى معاني، الكريسنت دول مش نفس الايدج. مش نفس الايدج طبعا، مش انتي جي بي ام يعني. ما هو دكتور هشام سيليولار قال تلتين وتلت. سيليولار وفايبرو سيليولار كريسنت بيه المنظر لو دوت نفس كده. الايدج هتروح ناحية الانتي جي بي ام عدل. وبعدين الدكتوره برضو منال راحت حاطه لي كلمه كده خلي بالك منها، دي مش سيجمنتال فايبروزس، لا كاتبه سيجمنتال نيكروزس. خلاص كده هننزل لتحت شويه ونروح داخلين على الايجنوستين. طبعا كلنا متفقين وعارفين مدى اهميه ان انا بعد ما شفت المنظر اللي هو واضح لينا كلنا في اللايت مايكروسكوبي مكتوب ايه، الاميونوستين دي اساسيه جدا، زي افتكر حالة الحاله بتاع الأسبوع اللي المره فات اللي لما فاتت. طلعت نيجاتيف تماما. فخلتنا مشينا في الاتجاه الفلاني، تمام. بص هنا كده الحاله ديت معايا كريسنتس اهو، يعني بالبلدي كده انا مش بغشش، انما ديت كريسنت الجلوميرولونفرايتس. خلاص عرفنا المعلومه ديت كده، خلاص. طيب خش على الاميونوستين السي 3 والاي جي ام جرانيولار كابيلاري وول ستيننج من 1 ل 2 بلس، الاي جي اي برضه فوكال جرانيولار كابيلاري وول ستيننج بلس 1، والاي جي اي طالع نيجاتيف، والالكترون مايكروسكوب بيندنج. وقعدت اسالهم كل شويه يا جدعان ما طلعش لسه، يقول لك وغلاوتك ما طلع، واول ما يجي هنبعته لك، واخد بالك ازاي؟ ومحدش بعت لي حاجه، تمام؟ لا لسه لسه. فهو ديت الفكر. فاذا
السؤال لحضراتكم بقى، تعتقدوا الاستاذه الدكتوره منال سلمان اللي هي اللي كاتبه الريبورت دي كاتبه لنا التشخيص هنا ايه كده، اعتمادا على الحاجتين اللي موجودين قدامنا دول هو بالمنظر دوت؟ السؤال الاول قبل ما يعني سبيكيوليت الدياجنوزس او ان احنا نقول الدياجنوز، هل نتيجه الالكترومايكروسكوبي هتغير او هتوجه شمال او يمين في اللي فوق ولا لا؟ يعني انا لو انا مستني الالكترومايكروسكوبي اقول كذا او كذا او كذا، ولا هي خلاص الدنيا بانت من فوق؟ سؤال مهم، سؤال مهم، بدل ما وجاوب وجاوب على جزء منه الدكتور عصام اما كان مصر يقول لهم فين الالكترومايكروسكوب. يعني الالكترومايكروسكوب، هي اي حد في اي حته هيقول دي حاله كريسنتك ومعاها رابيدلي بروجريسيف جرامينوفايتو وشكرا. وخلاص على كده، والانكا نيجاتيف ومش بوسي اميون لانها ما فيها اميون. لكن انت ده هيشخصك باثولوجي، لكن هيشخصك ايتيولوجي؟ يعني اللي فوق ده يا عصام هيشخص ايتيولوجي ولا جاست باثولوجي؟ باثولوجي ايوه، يعني هل الباثولوج ده هيقول للعيانه انت جالك كذا عشان كده الكلى جالها اتاثرت، ولا هيقول لا، ولا هنقول ان دي بقى ده كريسنتك ومش عارفين سببه ايه؟ ده كريسنتك، وهبتدي ادور بقى بالحاجات، بعض حاجات موجوده قدامي هنا كده دلوقتي، اوكي، بعض حاجات موجوده مش في الباثولوجي خالص، هتبقى مهمتي بقى زي ما قلنا المره اللي فاتت ان احنا نقول ايه الاندرلاينج كوز اللي عمل الكريسنتك. تمام. هو الكابا واللامدا، ما يعني سؤال كده اعتراضي، يعني الكابا واللامدا ما بيعملوهاش روتين عندنا، كانوا فترة يعني كانوا ابتدوا يعملوها. ستيننج يعني؟ انا ما بشوفهمش يا هشام الحاجات دي، انا كابا ما واللامدا شفتهاش بقى لمدة. دول بيبقوا حاجات يعني كده ايه، ما بنشوفهاش الحقيقه عندنا في الريبورتات بتاعتنا. الا لو تمام، اتطلبت. فاذا يبقى احنا اللي موجود قدامنا دلوقتي، انا مجرد بس للتذكره لحضراتكم، واكيد انتوا عارفين طبعا، بسرعه بس هرد على الناس اللي هم كتبوا على الشات كده، في حد كاتب، نبتدي بس من الاول، بيقول لنا دي حد كاتب بوست اي جي ان، انا ما اعرفش يعني ايه بوست اي جي ان كده، قصدك بوست انفكشس؟ يبقى غالبا ما قصده تكتبليش كده. بس انفكشن جلوميرولاي. ما تكتبليش يا فندم اي، اكتب لي اي ان اف، بوست انفكشس جلوميرولونيفرايتس. تمام. تمام، في حد تاني كاتب كريسنتك بوست انفكشس جلوميرولونيفرايتس. تمام، يعني الاجابه دي ما اقدرش اخدها كده على بعضها، واخد بالك ازاي؟ انا هنا بتكلم على الباثولوجي ريبورت بتاعت الدكتوره بتاعت الباثولوجي. سؤالي لحضراتكم، انا ما بقولكش التشخيص ايه، انا بقول لك الدكتوره كاتبه التشخيص ايه تحت، عشان انا هشيل دلوقتي التشخيص. هل الدكتوره هتقول لي بوست انفكشس بالمنظر ده؟ هل في حاجه في الموجوده قدامنا في اللاين والاميون مايكروسكوبي تقول لي دي بوست انفكشس؟ لا، الا واخد لو هي بالك قرت ازاي؟ الهيستوري والكلينيكال وحاولت ده تربط. موضوع تاني. ده في موضوع دكتور عصام، ده موضوع تاني، بس انا كباثولوجيست، في بس انا ايتم دكتور عصام كباثولوجيست بتقول ان هي بوست انا هبقى انفكشن. ما... انا انا هبقى ماسك في اللي هي بتقول لي عليه. يبقى بالتالي برضو اللي بعديها اللي هو قال بوست انفكشس جلوميرولونيفرايتس، لا انا اقول لك كلامك كده، واخد بالك ازاي؟ ما هوش مظبوط. انا بقول لك يا فندم على الباثولوجي اللي انت شايفه قدامك. ما سؤالي بس عشان الواضح، الناس بس متلفينه، ما هم بوست انفكشوس بيحتاج حاجات محدده وبيحتاج هيستوري معين وبيحتاج كلينيكال برزنتيشن. يعني البوست انفكشوس بالذات عشان تحطه لازم يبقى عندك حاجات تانية كتير. هنا اللي انا شايفه باثولوجي، فانت عايز تجامب من الباثولوجي على الايثيولوجي، ماشي ممكن يتعمل من الباثولوجي للايثيولوجي، بس لازم يبقى عندك معطيات محدده يا محمود، طب سيب فاهم محمود قصدي؟ كده، نسمع محمود كده دكتور هشام بعد اذنك، كان طبعا عاوز يقول نسمع حاجه. محمود. قول يا محمود. بعد اذنك كده، عصام، الهايبر سيرياليتي اللي موجوده في الميكروسكوب مع النيتروفيلز البريدوميننت والمونونيوكلر انفلاماتوري سيلز ديت، ما دي ساينز للبوست انفكشس او انفلاماتوري او الايتم نفسه بتاع البوست انفكشس جي ان. الايتم موجود، ده انترستيشال اللي موجود ده يا دكتور تمام. محمود. لا، في السيجمنتال نيكروز ديت الجلوميرولاي، حاجه في الجلوميرولاي يا غريبه دكتور شويه. سعيد. صح. هي ملاحظه جيده من الفكره، الدكتور محمود الحاجه ان هي الغريبه شويه كاتبه. هي السيجمنتال نيكروزز. دكتور محمود اديني وخد مني، اديني ماشي وخد مني. تمام.
وانا باخد منك وهدي لك بره، واخد بالك تمام ازاي؟ فالدكتور محمود اشار الى نقطه جيده، بيقول كونها انها كاتبه لي في من النيوتروفيلز موجوده بالمنظر دوت يخليني اروح في اتجاه البوست انفكشس، هذه ملاحظه جيده تمام. انما خلي بالك منها، وجود النيوتروفيلز في الجلوميرولار تافت بالمنظر ده it is a non-specific finding. طبعا. كاني هسال الدكتور محمود دلوقتي، واخد بالك ازاي؟ yes it is more common ان تخليني افكر الانفكشن لما الاقي نيوتروفيل. انما سؤالي للدكتور محمود is this picture اللي هي with many neutrophils and باثوجنومونيك significant مش عارف mild مش عارف ايه، هل الكلام دوت باثوجنومونيك دايجنوستيك للبوست انفكشس؟ اتفضل نو دكتور محمود. لا هي مش سبيسيفيك ليها، لكن احنا بنقول هل هي هتمشي مع البوست انفكشس بشكل عام ولا لا. لكن في حاجات تانية باثوجنومونيك، مثلا لو انا لقيت الهامبس وان كان اصلا مش كومن ان انا الاقيها في الالكتروميكروسكوب، لكن انا لو لقيتها هقول ان دي بوست انفكشس وممكن احلف على ده. لكن لا هو لا، انا بيتكلم ده جوز دكتور ريسك محمود، انا بتكلم في اللي موجود قدامنا. انا النيوتروفيل. السؤال بتاعنا سهل يا جماعه، احنا خدنا كلينيكال هيستوري بتاع العيانه، خدنا العلامات الكبيره قوي، طبعا في تفصيلات وتحليلات احنا مش هنجيبها عشان ضيق ذات الوقت، لما جبنا تحليلات وجبنا حاجات كتيره قوي وعرضناها خلاص. بعد ما ايوه عرضناها اتفقنا كلنا ان الابروتش هيبقى واحد، ثلاث حاجات اللي اتفقنا عليهم. بعد كده نتيجه البيوبسي طلعت. فالسؤال اللي انا بعرضه على حضراتكم، انا عرضت عليك اللايت وعرضت عليك الاميونو ستين والالكترو ما طلعش. السؤال اللي انا بطرحه عليكم زي ما، وده مش حاجه غريبه كل مره بتقول الكلام دوت كده، تعتقدوا دكتوره الباثولوجي كاتبه لي ايه في التشخيص اللي موجود هنا كده، اعتمادا على الشكل اللي موجود قدامنا على اللايت والشكل بتاعه الاميون ستين تمام؟ وكل واحد he has to defend his point، زي ما الدكتور محمود قال كده، قال اه دي ممكن تقول لي بوست انفكشس عشان في ميني نيوتروفيلز، وانا قلت فعلا ان دي جود بوينت، ولكن this is not pathognomonic، this is not diagnostic. النيوتروفيلز is non specifically present among السيلز اللي هي بتخش في الحالات اللي هي بتاعت الار بي جي ان. اه لما بس هي تبقى كتير تخليني السيجمنتال نيكروزز افكر، دي يا عصام، تخليني السيجمنتال نيكروزز دي عايزه اعتقد تتاخد ان انا برضه في فهمت الدكتور الاعتبار. عصام عايز يقول ايه بالظبط. اعتقد ان هي هتكتب لنا بروليفيتيف جي ان، وممكن بوست بروبابلي مثلا كذا الايتيولوجيكال مثلا، لكن هي هتكتب بروليفيتيف مش هتكتب حاجه ثانيه. لا ده السلام لا، عليكم. بالتالي مش هتكتب بريف بس يا دكتور، ما تخش على انتك، لا الدنيا ده هتخش على طول على المفيد تمام. في حد عصام طيب بعد عصام من ثاني واحد اسمكم بس عصام، هنمشي شويه، كاتب ام بي جي ان؟ لا يا فندم، ام بي جي ان ايه، انا زعلان جدا من اللي لا كاتب ام بي بعيدة جي ان ده، لا بعيدة ولا معلش. فيها فيتشر من الام بي جي ان، واحنا هنعاقب اللي كاتب الام بي جي ان ده بانه يرجع تاني يراجع الكورس بتاعت النفر. سامعين يا جماعه؟ ايوه ايوه. عصام، انا عايز اسالك على سؤال، طيب الفاليو اوف في سيجمنتال حد نيكروزس هنا كاتب بعد كده، عصام، انت سامعني طب ولا مش سامعني؟ ثانية، طب ما خلاص انا ثانية قريت عشان بس الشات، كده قريت الشات وبعدين هسمع. على اللوبس في حد والفاسكولايتس. كاتب بيقول ديفيوز بروريفت ام بي جي ان ويز كريسنت. لا يا جماعه مفيش حاجه اسمها ديفيوز بروريفت ام بي جي ان، الدنيا واضحه قوي، ده الدنيا سهله خالص، الدنيا كريسنت جلوميرولونفرايت، احنا بالبلدي كده ما بيننا وما بين بعض، بعد ما بنقول كريسنت جلوميرولونفرايتس لازم ببص على الاميون ستين عشان اروح قايل تبع الاميونوستين ديت كده، دي كريسنت جلوميرولونيفرايتس من النوع الاول لو لقيت فيه، ولا لو لقيت فيه جرانيولر اقول ديت اميون ميديتد كومبلمنتري ميديتد اميون ميديتد بروليفيت جي ام. قصدك يعني مش بوست اميون يا محمود يعني؟ لا ما بوست هياش بوست اميون اميون. ميون، قصدك اميون كومبلكس او اميون كومبلكس ميديتد. اميون كومبلكس ميديتد. عصام النت بدأ الصوت ينقطع راح. عند حضرتك يا دكتور عصام. طب شلنا 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 اللون شلنا الاصفر ده، شلنا الاجابه. ده هي كاتبه كده اكيد الحته الدكتوره الصفرا دي يا كاتبه عصام، كريسنتك جي ان بس فور كلينيكال كوريليشن او وات ايفر يعني. هي وزي ما هي الدكتور هشام دلوقتي بيقول، هو انا ما قدميش غير يعني كلام محدود، ما فيش كلينيكال قوي، لان برضه الباس هيستوري بتاع الانفكشن مش بريدوميننت عندها. ولا الكومبلمنت ده بصراحه اشتري منه ان هو
هايبو كومبلمنتينك. طب على ما الصوت يرجع بتاع دكتور اسلام يا دكتور هشام، طول عصام خرج خالص كده. ايه دكتور اللي هشام، ممكن يكون عامل البيكتشر دي كلينيكال دكتور او هشام ايتيولوجي؟ السلام عليكم. وعليكم عليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. دكتورة سلوى زغلول طبعا نور التعليم، أهلا ازاي أهلا حضرتك؟ دكتورة دكتورة سلوى، سلوى طبعا اهلا يعني اهلا. معروف، أهلا دكتورة سلوى، إزي دكتور حضرتك منورانا. سعيد ازاي حضراتكم؟ الحمد ربنا لله يا يكرمك يا فندم، الحمد فندم، لله. شاكرين على كل المجهود الجميل ده، واستاذنا الدكتورة عصام ربنا يديك الصحة يا رب. يا رب. هو والله بس إذا كان أنا ليا سؤال، اتفضل. الهيموجلوبين اللي وقع لستة مرة واحدة يعني ملوش تفسير، يعني لو هي لا لا هيماتوريا طبعا. وبعدين في جزء كرونيك فايبروسيلولار كريسنت، احنا ما فكرناش في تشيست نعمل سي تي نشوف الدنيا شكلها ايه؟ ما هو وبعدين شكة الكومبلمنت فيها دكتور مش أسامة، واقع شكة قوي، فيها. الكومبلمنت مش واقع قوي عشان ايوه. يكون لا هايبر كومبلمنت. يعني انا لما يجي لي ريبورت زي ده بتكون من 77 تمام، وهو انا مش يعني اقول يعني الكومبلين ملمس يعني بالبلدي كده على اللو نورمال، لكن ممكن ال 77 ده يبقى 80 في معمل تاني. انا مش اي بتكلم على خمسينات يعني، ولا اربعينات ولا ثلاثينات. بالظبط بالظبط. لا والهيموجلوبين اللي هو وصل لخمسة او لستة ده مش متفسر، يعني لا انا مش مش مفسر، لا بس طبعا مش مفسر. اي ثينك ان احنا لغاية المرحلة دي المفروض نبدأ بلصات طبعا 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 ولغاية الالكترون ما يطلع. فمش عارفة رأي الدكتور عصام ايه ورأي حضراتكم ايه. هو طب حضرتك كنت عاوزة تعملي ما شيست يا دكتورة سامي. انا عايزه اكسكلود في حاجه في الشيست، فاسكولايتس، في باتشات، في انتي بي ام، ممكن في بالمونري هيموريج، انا مش عارفه ومش عارفه ما هو هتعملها لو في بالليل انتي ولا جي لا. بي ام، لو انتي جي بي ام لا كان هيبان في الاميون في ستيني. الاميونوفلوريسنس، في الاميون ستيني، وكمان تمام. الكريسنت هتبقى نفس الايج يعني كده، مش هتلاقي شويه فايبرال سيلولار وشويه سيلولار يعني. الانتي جي بي ام بيخبط الخطه مره واحده. وممكن تبقى فاسكولايتس برضو، ما انا مش ما عارفه هو هل وارد، وارد كومبلين، جدا، لانك وارد وارد. في كومبلين السيجمنتال ولا لا. نيكروزس، السيجمنتال نيكروزس اللي مكتوبه دي يعني تضايقني، لكن البلاد فيزلز هي مش معلقه عليها في اي حاجه تاني غير انها تمام. شويه تيكنينج مع هايبر للوول، تنشن ولا ستيكنينج حاجه. في الوول. يعني انا مش دكتور متوقع ان هشام، دكتور سلوى، حاولت ابص على حاجه تقول في تي ام اي ولا حاجه عشان الهيموجلوبين الدروب ده ما مش موجوده. لا ما فيش. ما هو برضه زي ما الدكتوره سلوى بتفكر ان هو كباثولوجيكالي كريسنتك اوكي، بس ايه بقى السبب؟ ده ما هو السؤال. الباثولوجي هيقول كريسنتك، واي حد هيقول كريسنتك، وسهل قوي واسهل التشخيصات ان هو يقول كريسنتك. لكن سكندري تو ايه؟ عشان انت هتعرف تتعامل معاه، هتدي بلس. طيب وبعد البلس؟ طب هي تبع الفاسكولايتس وهتكمل اندوكسان ولا مش هتاخد؟ طب هل هي بوست انفكشس وبقى لها اسبوعين ثلاثه في القصه واحنا مش داريانين، اول ما جت من الاقصر وكان الكومبلين كان واقع قوي وابتدى يعلى تاني؟ عشان اعرف راسي من رجلي يعني. يعني الالكترون هو اللي هيحدد لك خارطه الطريق الفتره اللي جايه، هتدي ايه تمام وتستنى على ايه. الالكترون تمام مايكروسكوب يعني كدايجنوزس في الحته دي، هو مش هقول لك ايتيولوجي. الاميونولوجي ماركر مش هتقول لك ايتيولوجي، خلاص احنا ما بقاش معانا فيها. فانت هتخش اجريسيف بيها ومش هتتعامل معاها انها انتي اسوشيتد لانها نيجاتيف، ومش هتتعامل انها بوسي اميون لان في اميون ديبوزيت، ومش هتتعامل معاها الانتي جي بي ام لانها مش تيبيكال انتي جي بي ام، حتى الجلوميريال فلتريشن بتاعها ما فيهوش حاجه. وغالبا كان هيبان اللينير ايوه طبعا ديبوزيشن طبعا 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 كان هيبقى ايوه لينير. فانت ايوه يعني انا رايي لو انا وقفت عند هنا وبلغوني بالحاله، هقول له يا ابني عالج كانها انتي جي بي انتي بوست انفكشن جلوميرال فلتر لغايه ما نعرف. طب ما هتطلع بقى الالكترون مايكروسكوبي بقى فيها التيبيكال ابييرنس، وزي ما اتفقنا قبل كده مرارا وتكرارا في الحالات اللي زي دي، لا اما ديلي دايجنوزس لا اما اجريسيف. بس هي بصراحه البوست انفكشن دي كده ماتش مور اجريسيف عن البوست انفكشن المعتاد مش معتادة، صح دي حقيقة. يعني. يعني دي تخليني يعني ما يجيش قوي سو سيفير بهذه الكاتاستروفيك برزنتيشن. انت او فيها جزء كرونيك يعني ممكن يكون اكيوت اون توب، احنا مش عارفين. لا ما امر هو احنا وارد، عارفين بس البيز بتاعها كان ايه كهيموجلوبين، احنا مش عارفين سيرم البومين في السيرم والتوتال بروتين والهيماتوريا دي كانت قد ايه. دكتوره صام تقريبا ما قالش ان في كاست،
لا ما ولا قالش قال كاستوال هيماتوريا ماتيوريا، وجلوتوني. ولا مش عارفه هل اوفر استيميشن للبروتين في وجود الماتيوريا، هل هي ماسف هيماتوريا ولا لا، مش اه عارفين بس برضو. توصل ل 11 برضه، 11 دي برضه يعني حتى لو نزلنا 36 جرام. 30 او 36 جرام، اه طبعا اوفر طب كتير. تعالى لا تعالى ده اخد تعالى تعالى ده نروح كده، 36 جرام، ده 36 جرام، ال 11 ده الكرياتينين. اه سوري. تعالى نخش يمين شويه دكتور سعيد، احنا والزملاء معانا. طبعا هقول لك العينه دي عندها فري لايت تشين ديزيز وعامله لها انيميا ورينال ودخلتها في نوع من انواع الار بي جي ان. تمام؟ اه صام دخل اهو. اه دخل تاني دكتور عصام بيه. اه طيب انا بعتذر لكم عن الحاجات دي، بس ديت خارجه عن ارادتي، لا ولا يعني يهمك. انا حاولت امسح الخط الاصفر ده من عندي من قدام اللابتوب بقدر اتمسح. ما انا حاطه بغيرها يا هشام، ما انت عارف. يعني جربت امسح الشاشه انه يروح مش راضي يروح. شيله من بقى يا عم ساعتها عصام، بيحاول، من ساعتها بيحاول. اه شيله يا عصام قبل ما تقطع. يلا اهو. تيتشرز اوف بص الدكتوره منال كاتبه ايه بقى؟ فيتشرز ار كومباتيبل ويز اميون كومبلكس تايب 2 كريسنت جلوميرولونيفرايتس. شفت بقى كلام الناس الباثولوجيين الاصوليين، ايوه بيقول لك ايوه الترتيب الاول. احنا زي ما احنا عارفين، زي ما احنا لما بيكون عندنا عيان عنده ام بي جي ان، فاروح داخل على الاميون مايكروسكوب عشان يقول لي ايه؟ يقول لي ديت اميون كومبلكس ميديتد ولا سي 3 جلوميرولوباسي. نفس القصه اللي موجوده قدامنا، عيان عنده كريسنت جلوميرولونيفرايتس زي ما هي موجوده بالمنظر دوت كده، اهم خطوه بعديها اخش على الاميون مايكروسكوب. الشكل اللي عندنا في بوزيتيف فلوريسنس او بوزيتيف اميون ستين ولا لا؟ اه في بوزيتيف. طب شكلها ايه؟ جرانيولار ولا لينير؟ لا جرانيولار زي ما احنا جرانيولار. قدامنا جرانيولار، يبقى ديت تايب 2. يبقى خلاص انا خلصت لحد دلوقتي كده. تمام؟ بص هنكمل معاها كده شويه. ويز انا بس عصام قبل سيلولار ما تكمل، اه تايب. اتفضل. قبل ما تكمل، الفاليو بتاعت السيجمنتال نيكروزز هي دي اللي بتوقفني. ما انا جاي لك، ما انا جاي لك. اصبر على رزقك يا دكتور هشام، اصبر على رزقك. لا تمام. طايه يعني الايند، يعني الايند مع ما هو الكلام اللي هي هيقولها بتقوله. دلوقتي دكتور عصام هيقولها. انا معاك، وانا خبطت عليها اكتر من مره وانا بتكلم، قلت ايوه ايوه خلي بالكم يا جماعه دي مش سيجمنتال فايبروزس، ايوه دي نكروزس. سيجمنتال نيكروزس، فخلي بالك في اللقطه ديت كده، وهنقولها بس اصبر عليا دقيقتين. تمام؟ ماشي تمام. والدكتوره كاتبه عليا ايه؟ تمام؟ عارف زي عبد الفتاح البصري في فيلم ابن حميدو يا عم لما هيقطع بيقول النت، هيقطع النت في الاخر. بيقول لك يا اصبر خلي اصبر عبد الفتاح عليا الازهري اصبر والنبي عليا، عشان النت هتقطع. همسة همسة حائرة، واخد بالك ايوه ازاي؟ حائرة. خش والسيلولار اند فايبر سيلولار جريزن. بص الدكتوره كاتبه بنسبه كام؟ 85%. ما اتهيأ لي تمام. انها 100%. خلاص وبعدين بقيه الحاجات التانيه اكيوت اون توب اوف تيوب انترسيشن نفرايتس بقيت في وهايبر ايوه تنسيف تشينجز. الى اخره بالمنظر دوت كده. فهو على زي ما انا قلت مهم قوي. انا قلت دكتوره الباثولوجي كتبت لنا كده زي ما كان الدكتور هشام بيتكلم من شويه. خلاص الباثولوجي دوت جالي انا الكلينيشن، انا قريت الريبورت اللي مكتوب لي بالمنظر ده، انا معايا بقيه الخطوط التانيه، انا عارف اذا كان في كومبلمنت كونسيومد ولا لا، انا عارف اذا كان في ايفيدنس اوف انفكشن ولا لا، انا عارف اذا كان انا معايا كل الماركرز الثانيه الانكات والمش عارف ايه، ابتدي اعيش فيه. انما ما بيننا كده وما بين بعض لما يكون تايب 2، احنا ككلينيشن بقى تايب 2 كريسنت جلوميرولونيفرايتس، انت يعني اميون كومبلكس ميديتد كريسنت جلوميرولونيفرايتس، انت حضرتك بتفكر في ايه؟ بفكر في لوبس، بفكر في اي جي اي، اه بفكر في انها تكون جلوميرولونيفرايتس اون توب اوف جي ان زي الام زي الميمبرانس، او بفكر انها تكون بوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس. هم دول الاربعه او الخمسه الايتيولوجي اللي وفي موجود منهم كتير قدامنا اتلغى ده يعني. باثولوجي. تمام؟ فدلوقتي هحط في الحاجات اللي موجوده قدامي الاربع حاجات اللي احنا قلنا عليهم دلوقتي، وابتدي بقى اعمل انا احلل منهم ايه اللي ماشي مع الحاجات دي. وانا مش ناسي الكومنت بتاعت السيجمنتال نيكروزس اللي الدكتور هشام قال عليها، بس اصبر عليا شويه. انا عايز افكركم بس بحاجه اللي احنا قلناها المره اللي فاتت عشان نذكر الفضل لاهله، وندعي كلنا لاستاذنا المرحوم الدكتور بدوي لبيب اللي هو كان قال لنا الجدول الجميل اللي انا قلته لحضراتكم ده. ما
ما تيجوا نحط الجدول دي ونشوف الحاله اللي موجوده معانا ماشيه فين. تمام، المريضه دي كان سنها كام؟ 48 سنه. يعني احنا فين؟ يعني احنا هنا. طيب البرزنتيشن اللي هو جاي لي بيه ده زي ما قلنا المره اللي فاتت، احطها تحت انهي عنوان؟ الفوكال ولا الديفيوز نيفريتيك ولا النيفروتيك؟ لا طبعا احطها تبع الديفيوز نيفريتيك، بيتهيألي كلنا مش هنختلف على الموضوع ده كده. طب طبعا تعالى على الديفيوز نيفريتيك ده، ايه الحاجات اللي هي داخله تبعه؟ هنلاقي الاربع عناوين اللي مكتوبين دول، لا اما بوست انفكشس، لا اما فايبريلاري جلوميرولونفرايتس، لا اما الار بي جي ان بصفه عامه بقى بما فيهم انها بوست انفكشس عملت لي كريسنتك داخله تحت الار بي جي ان، او انها تكون فاسكولايتس. فاذا الانتيتي اللي انا بفكر فيه مع العينه ديت كده هاخد الحاجات ديت كلها مع بعضها البعض. تمام، عشان نشرك حضراتكم معانا وزي على طلب الدكتور هشام شويه اسئله كده خفيفه قبل ما تطلع، وبعدين هقول لكم التشخيص اللي ممكن واحد يمشي فيه ازاي من العناوين اللي احنا قلناها. خدوا الحاجات الاسئله السهله اللي موجوده قدامنا ديت كده. المريضه دي كان معاها الكومبلمنت بتاعها كان ديكريز، دي كان 77. تمام، زي ما اتفقنا ممكن واحد يقول لي ما هو النورمال من 84، واحد تاني يقول لي ما النورمال من 90، يعني 97 دي مش بعيده قوي، انما خلينا نعتبرها انه كان لو سي 3. السؤال اللي موجود قدامنا all the following genes are associated مع low C3 except. تمام، كلهم كتبوها مع دكتور عصام. هايل 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 هايل، برافو عليكم، هذا سؤال سهل بس عشان ما هو مش لازم كل حاجه تبقى صعبه يعني. تمام، تمام. هي الاجابه الصح زي ايوه، ما حضرتك ما تحبطوش الشباب، ادينا كده وادينا كده. الاجابه الصح زي ما الراجل بيشاور لنا عليها، هو بيقول لك انت كده. تمام، الهينوكسيدين بيربرا، تمام، اللي هي طبعا الاسم ده اتغير واسمها دلوقتي اي جي اي فاسكولايتس. طيب خد سؤال تاني، وات از اكسبكتد تو وي سين الالكترون مايكروسكوبي في الحاله اللي كانت معانا دي دلوقتي؟ احنا اتناقشنا في حاجات كتير وبنفكر في تشخيصات كتيره. تمام، وحسب ما انت دماغك توديك لما تاخد الباثولوجي مع الكلينيكال، واخد بالك ازاي بالمنظر ده وكده، ايه الاكسبكتد لما البندنج ده يطلع لنا ده اذا طلع الكترون مايكروسكوب؟ هل هيقول لي في جي بي ام سيكننج في الالكترون، ولا هيقول لي في هامب، ولا هيقول لي في سب ايبيثيليال ديبوزيتس، ولا هيقول لي اول اوف ذا اباف؟ كلهم جابوا ما شاء الله يعني. طيب كويس، ما وقعوش، انا كنت احطه كده عايز اوقع فيه كده، ما لا وقعوش، لا، هما ما وقعوش ما شاء الله ما شاء الله. كل اللي جاوا اجابه صح، هنلاقي كله موجود بالمنظر ده كده، يبقى الاجابه الصحيحه هي الاجابه نمره 4 اللي هي all of the above. تمام، والراجل بيحييكم هو بالمنظر ده كده، وبرضه حته تحيه عشان نخرج من الجو العلمي دي، ادي الهامبس اهي يا عم. تمام، شفت ايوه، الجمل اللي موجود قدامنا عامل ازاي؟ سبحان الخلاق العظيم، بص عامل ازاي، بص الهمبات بتاعته عامله ازاي. تمام، فيبقى عرفنا اللي موجود دوت وليه، لان الحقيقه المور لوجيك اللي انا امشي مع التشخيص دوت كده، واحده من الانواع اللي هي بتوع تايب 2 اميون كومبلكس ميديتد جلوميرولونفرايتس، في وجود الهيستوري بتاع الانفكشن اللي كان موجود عندها في الاي ده، والعمليه اللي عملتها عشان علاج الانفكشن، ومعايا كونسامشن دي سي 3، الحقيقه وي هاف تو ثينك اباوت البوست انفكشنز جلوميرولونفرايتس، ايوه وجايه لي بالكريسنت جلوميرولونفرايتس. تمام، اوعى الدكتور محمود يقول لي دلوقتي الله طب ما انا قلت بوست انفكشنز من الاول. لا يا فندم، انا كنت بتكلم على الباثولوجي بس، وكنت بتكلم على كلمه ان وجود النيوتروفيلز دي مش باثوجنومونيك، ده حاجه، واللي احنا بنتكلم عليه دلوقتي ان انا لما اخد الامور كده كلها مع بعضها، الاميون كومبلكس او تايب 2 من الكريسنت جلوميرولونفرايتس، الابروتش ليه ازاي؟ بص لي على الكومبلمنت، لقيت الكومبلمنت كونسيوم، يبقى حضرتك بتتكلم في الكورنر بتاع اللوبس او بتتكلم في اللوكال بتاع البوست انفكشنز. طب المريضه دي مش لوبس، بي ال اي ان اي وبي وي بي بالمنظر دوت كده، خلاص يبقى اللي موجود معانا دوت كده سي 3 كونسيوم،
وعندها الهيستوري اوف انفكشن، يبقى انا امشي مع فكره انها ممكن تكون بوست انفكشس جلوميرولونيفرايتس. طيب في الحاله دي اللي احنا بنفكر انها تكون بوست انفكشس جلوميرولونيفرايتس وجايه لي بالشكل العنيف المرعب ده اللي هو 100% كريسنتس بالمنظر دوت كده واوف ديفرنت ايجز، ده السؤال اللي موجود دوت كده. تمام، احنا شفنا الاسئله اللي فاتت جاوبوا صح، عايزين نشوف هنا الاجابات الصح. What is the expected immune microscopy pattern اللي بنشوفه بالمنظر دوت كده؟ تمام، الشكل اللي موجود دوت كده في الحالات بتاعت البوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس، احيانا الشكل بتاعت الفلوريسنس ياخد باترن من الباترنز اللي موجوده قدامنا، لا اما يبقى شكل اللي بنسميه الستاري سكاي زي ما تكون السماء بالليل كده وهي مليانه نجوم صغيره، او الميزانجل او الجارلاند اللي هو زي الاستيديوم او الفول هاوس. يا ترى انهي واحد من دول اللي هو يكون صح؟ هنا بقى اللي هنعرف مين الاجابات دي كده، الناس الايه المميزين. انا مش عارف هو ابتدوا يجاوبوا من اول ايه، لا ابتدوا بيجاوبوا من فترة، بيجاوبوا من اولها على طول يا دكتور هشام. يا دكتور دول عصام بيجاوبوا من امبارح. لا انا ما معاك، شاء بس الله. اول بس ابتدي منين يعني؟ طيب على العموم اللي الناس اللي كاتبين كلهم كاتبين نمره واحد اللي هي الستاري سكاي، واخد بالك ازاي؟ ايوه، عرفت اوقعكم المره دي. تمام، دي المرة بقى الوحيدة اللي وقعكم فيها. السؤال اللي فات كنت عايز اوقعكم فيه بتاعت القصه دي كده، ايوه واحد ما وقعش اهو، ام طلبه ما وقعش جارلاند. تمام، هو الستار سكاي بشوفها امتى والميزانجل امتى والجارلاند امتى بالمنظر دوت كده؟ الجارلاند ديت بس عشان افكرك بيه بيبقى شكله عامل زي الشكل الموجود قدامنا دوت كده، هو دوت شكل الجارلاند. ابص الاقي الاي جي جي اللي موجوده وبتديني الشكل اللي موجود قدامنا بالمنظر ده، بص الدنيا المنوره عامله الاطار اللي بقى شكل كده زي ما تكون بتبص كده على استاد ويمبلي كده من الطياره من فوق كده لما يجيبوا لنا ماتش، من فوق كده تبص تلاقي الدنيا منوره كده واخده شكل الاستاديوم اللي موجود ستاديوم بالمنظر، ستاديوم وهو اللي موجود دوت الاستاديوم او الجارلاند هو دوت اللي موجود. طب اشمعنى يعني انا اخترت الجارلاند اللي هو اللي موجود؟ لان الاستاديوم او الجارلاند ده بيبقى دايما موجود لما يكون العيان عنده نيفروتيك رينج بروتينوريا، والست ديت عندها 36 جرام بروتين في اليوم، مش بس هي 36 جرام قوي الجارلاند بس يعني. مش ترجمتها الجارلاند حاجة تانية غير الستاديوم يعني يا عصام. لا الجارلاند المقصود بيها اللي هو الاستاديوم، ستاديوم لايك أي ما بس بين الجارلاند قوسين. الترانسليشن بتاعها ما هوش على ما أتذكر، لو هي ستاديوم كان قال لك ستاديوم وده كان هيبقى أسهل، لا لأن الاستاديوم الجارلاند انوار الاستاديوم نفسه او الاستاديوم بالشكل اللقطه اللي هي بتاع الانوار بتاعته دي. يعني الجارلاند ده اللي هو الاكليل يعني ما هي لها كذا معنى يا دكتور هشام، لها كذا معنى. يعني اللي انا اقصده ايه، لو هو عايز يشبهه بالاستاديوم كان قال لك استاديوم، يعني كلمه سهله ومعروفه لكل الناس، لكن كلمه جارلاند هي زي ما مكتوبة الناس قالوا كده الاكليل او التاج او الكلام ده كله، فهي تمام. ترجمتها مش يعني هي نوت ايكويفالنت للاستاديوم، هي شكل الاستاديوم معاك تماما هو تيبيكال، ويجوز كمان شكلها في الاستاديوم كمان اوضح انها تكون جارلاند، لكن هي الجارلاند مش ايكوال للاستاديوم بس. تمام، بس هو اللي موجوده في الكتاب بيبقوا كاتبين كلمه جارلاند دي وكاتب لك ما بين قوسين كلمه ستاديوم. ممكن تمام، alternate name، ممكن يكون لكن alternate، وارد وارد مش وارد translation of وارد، جارلاند، يعني جارلاند بس بالضبط عامل زي الاكليل او التاج يعني. ربما. تمام، هيبقى هو دوت اللي موجود معانا دوت كده. طبعا الحاله اللي كانت موجوده معانا بالشكل دوت كده لو بصينا، انا جايب لك صوره طبعا ديت من على النت، دي مش بتاعت العيانه، دي من عند اركانا بالشكل دوت كده عشان تدينا الشكل بتاعت العيانين اللي بيكون عندهم البوست انفكشس جلوميرولونيفرايتس، هي الكلاسيكيه قوي او التيبيكال قوي اللي موجوده، بيبقى الشكل اللي موجود قدامنا دوت كده. الشكل دوت بنسميه ايه؟ الباترن اللي موجود قدامنا دوت كده بنسميه ايه؟ الباترن اللي دوت كده، ابعت لي من فضلك على الشات.
قول لي الشكل ده في الباثولوجي بنسميه ايه لما تلاقي الشكل ده؟ هل هو دوت الشكل الكريسنتيك ولا دوت شكل ايه؟ In pathological term, if you see what you have seen قدامك ثلاثة جلوميرولاي حلوين اهو وانا جايبهم لك من عند اركانا، ما تتكلمش بعد اركانا بقى، تمام؟ بنسمي الشكل دوت ايه؟ خناقة تمام، diffuse proliferative glomerulonephritis هو دوت الشكل دي اللي خناقة، قدامك ما دي دلوقتي. الخناقة دي. ولو بصينا جواهم برضو كده بالتفصيل شويه هتبص تلاقي النيوتروفيلز ملياهم، تمام؟ زي ما الدكتور محمود قال لنا في محمود الاول كان كده، منور ليها. واخد بالك ازاي؟ هنا وديت يمكن وهنا وهنا، بتشوفها انها بتبقى تراي لوب دي نيوكليوس اللي هي بتكون موجوده ديت كده، هي ديت المميزه للنيوتروفيلز في النواحي برضو هنا وهنا وهنا، دول كده اهي، تمام؟ واضحه جدا هنا اهي النيوتروفيلز هنا 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 هنا. فالمنظر دوت لو انا شفته بالمنظر ده، هل الشكل ده وانا شفته اقول ديت حاله بوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس؟ لا، اقول خالص. دوت ديفيوز بروليفتيف جلوميرولونيفرايتس فور ديفرنشال دايجنوستس. ايه الاحتمالات اللي بتعملها؟ ارجع للباثولوجي، انما باختصار واحده منهم البوست انفكشنز، اثنين كلاس 4 لوبس، أكيد. ثلاثه اي جي اي، تمام؟ اربعه الفايبريلري جلوميرولونيفرايتس، ممكن تيجي برضو بالشكل دوت كده. فعندنا احتمالات اخرى، هستعين بالميكروسكوبات الاخرى اميونو والكترو، وهستعين بالكلينيكال داتا عشان افرقهم من بعض. وانا بقول الكلام ده وتقول الحقيقه وجود الاباندنس يعني الكثره من النيوتروفيلز اللي موجوده كده تخليني تسجست اكتر انها تكون بوست انفكشس، انما ما تخلينيش اقول خلاص الموضوع خلص طالما في نيوتروفيلز يبقى هي كده، لا، تخليني تسجست اكتر بالمنظر ده. طيب الحاله دي احنا شخصناها كده كويس، وتعالجها ازاي او ايه المانجمنت اللي حضرتك تقترحه؟ هو خلاص لسه احنا في حاجات دلوقتي ان اكسبليند في العيانه دي. اولا العيانه دي بقى لها قد ايه؟ واضح انها بقى لها مثلا اسبوعين، وده كان اكسبلين ان الكومبلمنت ما هوش واطي قوي. يعني يجوز لو شفتها من اسبوعين كنت لقيت الكومبلمنت اقل من كده بكتير. الحاجه الثانيه العيانه انيميك قوي. الحاجه الثالثه البوست انفكشوس بهذا العنف وارد ولا مش وارد؟ يعني فاهم قصدي؟ كل دي اسئله تخليني اتوجه ناحيه، خصوصا ان هي ماشيه بوست انفكشن، ماشيه ان في حاجه، مش شرط يكون من اللاكريما اللي بقى لها 6 شهور، ممكن يكون اي حاجه تاني. لكن واتس ايلس يا عصام، واتس ايلس في العيانه دي؟ يعني هل كده بالشويه الباثولوجي اللي عندي والكلينيكال الشويه اللي عندي خلاص 100% اقول بوست انفكشن؟ لا مش هقدر، انا مش هقدر اقول لها مليون في الميه بوست انفكشن. تمام، بالاخص العيان ان شو الالكترون برضو ناقصني شويه. تمام اللي ماشي مع العيانه لحد دلوقتي، لو احنا مشينا كده من الهيستوري كله مع الباثولوجي مع الالجوريزمز اللي ماشيه في هذا الاتجاه، تخليني ان انا امشي اقول المريضه ديت عندها اميون كومبلكس تايب 2 كريسنتيك جلوميرولونيفرايتس موست بروبلي ديو تو بوست انفكشس موست جلوميرولونيفرايتس. بروبابلي، انا موافق تماما تماما واخد ومقتنع بالك ازاي؟ تماما من السيناريو اللي موجود. وهو زي ما بقول لك كده، العينه دي لو جبتها من اسبوعين اكيد كان الكومن بتاعها في الاربعينات، او يعني تمام، اكيد. عشان الكومبلمنت الكونسيوم ده قد يكون الهيستوري الموجود دوت كده، ولو انا شخصيا هعمل ورك للعيانه ديت كده هعمل لها بلاد كلشر وهعمل لها ايكوكارديوجرافي على الهارت اللي يكون فيه انفكتيف انتوكارديتس عشان ادور برضو على اي سورس اوف انفكشن يكون معانا بالمنظر دوت كده، عشان لو في انفكشن هديها علاج للانفكشن ان اديشن للاميونوسبريسيف ثيرابي او الحاجات اللي هي خدتهم بالمنظر دوت كده. دوت الفكر العينة دي الاول. ممكن، الحاجه ممكن الثانيه يجي لها هكملك كوينت. عشان هكملك اتفضل. نقطه مهمه بالمنظر دوت كده. الحقيقه الدكتور هشام خبط على كام نقطه كده حلوين قوي. ايه الحاجات اللي هو قال عليهم؟ ان هو قال يعني العينه جايه كريسنت جلومينو خلاص كده 100%، هو ده يعني كومن سيناريو كده مع البوست انفكشس؟ لا. النقطه الثانيه، العينه ديت كان عندها سيجمنتال اللي قلنا نيكروزز، دي هي البوست انفكشس كريسنت جلوميرولونيفرايتس بيكون معاها سيجمنتال نيكروزز دي؟ لا. النيكروزز اللي بيكون موجود خدناها في الدروس بتاعت الباثولوجي قبل كده بتحصل في مرضين او بتحصل في حاجتين. ايه هما الحاجتين دول؟ بيحصل في الفاسكولايتس وبيحصل في التي ام اي، هما دولت اللي بنلاقي فيهم الترم بتاعت نيكروزز.
او فاسكولار نيكروزس بالمنظر دوت كده. طيب الفكره ده انا تصوري ده تخمين من عندي، انا ما عنديش اثبات عليه، انما ده تخمين من عندي. ايه هو التخمين دوت كده؟ المريضه ديت بوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس، واز ا كومبليكيشن للبوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس بالظبط زي حالتي يا جماعه الاسبوع اللي فات. حالتي الاسبوع اللي فات قلنا العينه ديت عندها ايه؟ عندها انكا نيجاتيف فاسكولايتس وكومبليكيتد بايه؟ بسكندري تي ام اي، كان عندها الاثنين دول بتوع المره اللي فاتت. الحاله بتاعتنا بتاعت المره دي ديت فيها ايه؟ فيها بوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس. طب وكومبليكيتد بايه؟ كومبليكيتد برينال فاسكولايتس بسبب الانفكشن. استنى استنى، واخد بالك ازاي؟ ما تاخدنيش كده بسرعه. ايه اللي يخلي الانفكشن تعمل رينال فاسكولايتس؟ اقول لك يا انسايتو فندم، انسايتو وحاجه من الحاجات اللي الانفكشن بتعملها بتعمل لنا فاسكولايتس. عايز دليل على كده؟ هدي لك دليلين كبار قوي 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 قوي، واخد بالك ازاي؟ البولي ارترايتس نودوزا، مش ده نوع من انواع الميديوم فيسل فاسكولايتس؟ ايه من اي الاسباب لو انت شفت عيان عنده بولي ارترايتس نودوزا اول ما بيجي على ذهنك تسال عليه تسمع هيباتايتس الاسم بي، بتاعه بس يعني الهيباتايتس الهيب بي؟ بي يبقى الهيباتايتس بي which is a type of infection عمل لي فاسكولايتس. طب خد الاكثر شهره من تمام الكرايو والهيباتايتس سي. كرايو طبعا. تمام، واحد عنده هيباتايتس سي يعمل لي ايه؟ يعمل لي كرايو. يبقى اذا والكرايو دي نوع من انواع ايه؟ الكرايو بنيمج فاسكولايتس. تمام، يبقى الانفكشن لو حضرتك شفت على في الليتريتشر كده، وانا جايب لك حاجات جايه بعد شويه، تمام، ان الانفكشن ممكن تؤدي الى فاسكولايتس، وده التبرير والتفسير للسيجمنتال نيكروزس اللي موجود في الجلوميرولار كابيلاريز، وتبرير وتفسير ليه الكريتنتك العميل العينه ده ديت عندها 100% كريسنت. طبعا. واخد بالك ازاي؟ يبقى دوت تبرير وتفسير منطقي. انا عندي برايمري ايتيولوجي وعندي انت عارف السيجمنتال. انا بفكر ليه معاك كده يا طم؟ العين هتاخد بلس، لكن هتاخد اندوكسان ولا لا؟ هي دي نقطه فارقه، يعني لانك انت لازم تقف شويه زي ما انت عملت كده. طيب ما انت هتدي بلس وهتعمل بايوبسي وهتعمل دياليسيس، طب انت كده هتخش بقلب جامد يعني وتدي اندوكسان لو هي بوست انفكشوس، او وانت بلازما خش فارسز معاه. او بلازما فارسس، ولا انت هتقول بقى دي بوست انفكشوس وسيلف ليميتد وهندي فالتس وهنعمل دياليسيس واحتمال تفك ولا لا. لا، هي العينه بالسيفيريتي دي، بالنكروزس ده، بالكرياتين العالي ده، اخلي البوست انفكشوس على جنب شويه، او على الاقل اخليها زي ما انت قلت التريجر، وبقول ان في انسايتو اميون كومبلكس فورميشن نون سبيسيفيك ترافينج حصل عليه كومبلمنت وحصل وحصل وحصل. تمام، ده تفسير يعني. والكلام اللي انت بتقوله الحقيقه انا موافقك عليه، ومش كده وبس، ده انا جايب جدول اهو عشان يمشي مع هذا الفكر. بصوا الجدول اللي جاي دوت كده هيريحكم قوي وهيبسط الدكتور هشام، بس بعد ما اوريكم أنا الصوره سعيد كامله. بيك. الله يخليك يا هشام. تمام، بصوا المنظر برضو، دي صور من بتاعه اركانا بالشكل دوت كده الاحسن، والعياذ بالله يجي على فكره حد من الموجودين معانا يقول الصور دي بتاعت العينه اللي عندنا واحنا مصورينها وجايبين صور بالحلاوه والحاجات دي كده، لا ما بيناش الحلاوه دي، اقل منها شويه. تمام، فهنا برضو الشكل اللي موجود عندنا الكريسنت اهو زي ما حضراتكم شايفين، وفي عندنا هنا فيبرينويد نيكروزس جوه الجلوميرولار كابيلاريز. لما تلاقي الفيبرينويد نيكروزس ديت موجوده جوه الجلوميرولار كابيلاريز بيبقى معناها ان ورا الموضوع دوت في فاسكولايتس. ادي الجدول اللي الدكتور هشام هينبسط بيه. تمام، جدول دوت من الكومبريهنسيف كلينيكال نيفرولوجي. الحقيقه انصحكم تصوروا الجدول دوت كده، والمحاضره هتبقى موجوده معاكم دي مسجله، بس انصحكم بالجدول دوت كده. ابعتها لي عصام على الباوربوينت يا عبد. اوكي، بصوا يا جماعه اللي احنا بنتكلم عليه، فين البوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس او اكيوت بوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس؟ 33%. تمام، لا بص الرقم اللي بعديها كمان يا هشام. تمام، بيشنتس ويز كريسنت اكتر من 50% من الجلوميرولار. كام؟ 3%. 3%. ايوه، طب انا عندي العينه ديت كام؟ 100%، 85 وشوية. واخد بالك ازاي بالمنظر ده كده؟ ما ايه اللي ما يديني دكتورة سلوى
اثارت الدكتوره سلوى طبعا يعني اثارت نقطه على موضوع الانتي جي بي ام، على اساس ان تقريبا 100% فيها كريسنت، انا معاها، بس هو الايجنج بتاع الكريسنت مختلف، ودي ما تمشيش مع الانتي جي بي ام، لكن الوجود 100% دي ايوه. طبعا تعمل. طب حضرتك تقصد فاسكولايتس ميديوم سايز يا دكتور عصام؟ ميديوم سايز ارتري يعني لا فاسكولايتس سمول فيسل، سمول 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 فيسل، سمول 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 فيسل. سمول طب فيسل، لان هي هو ريماركابل، ما فيش لومينيا اي في رينال بايوبسي، ما فيش اي تشينج في يعني اذر ريمارك كابيلاريز، كابيلاري مش كروزز. لا في الجلوميريولار كابيلاريز. ما هي الجلوميريولار كابيلاريز دي، ما هي ديت نوع من انواع السمول فيسلز، بالضبط. تمام؟ ما هي ديت اللي موجوده قدامنا بالشكل ده. هي الفكره ان انا لقيتها لان انا قعدت برضو متحير ايه حكايه السيجمنتال نيكروزس، وعشان كده قلت لهشام كذا مره وعمال يدوس عليها. خلي بالكم الدكتور هشام، انا قلت زي ما قلت المره اللي فاتت، احنا مش طالعين عشان نقعد نجامل بعض، بس الفكره اللي انا عايز اقولها عليها الخبره والسن والحاجات زي كده. مش بكبرك يا هشام ولا حاجه، خلي بالك لا ازاي، انا اكبر انا منك، كبير اوريدي خلاص سن يعني. انا اكبر منك ب3 سنين، واخد بالك بالظبط ازاي؟ كده. هيبقى فديت الفكره. انما خلي بالكم لما الواحد بيبقى عنده خبره وشاف حاجات واوا بالمنظر دوت كده، يبص يلاقي هو عمال بيقرا حاجه كده، يلاقيه كده الريتيتد، الدنيا فيها حاجه كده، الله هو ده بيعمل كذا. فبص الكلمه اللي قالها هشام من الاول، قال حكايه السيجمنتال نيكروز دي موقعها ايه من الاعراض. وما فيش الحاجه مايكرو الثانيه ترومباي، ما فيش مايكرو ترومباي ايه حكايه الكريس دي، مش مبالغ فيها انها جدا. تكون 100% كريس وحاله بوست انفكشس. هو الراجل مش معترض بس بيقول الموضوع دوت مش مزعج. فانا جبت له الجدول دوت وقلت لكم المصدر اللي انا جايبه منه بالشكل دوت كده، وحطيت لكم خطين انيميتد اهو تحت العنوانين دول، تمام؟ بص القصه بتاعت الانكا مثلا اسوشيتد واسكولايتس بيشنتس ويز كريسنت بيكونوا كام؟ 90%. من فضلكم العناوين دي مهمه، ما تلخبطش العناوين دي. بص بيشنتس عندهم كريسنتس، هنا ايه؟ بيشنت عندهم كريسنت في اكثر من 50% من الجلوميريولاي. بص العنوان الثالث الظريف ده، والثلاثه دول مختلفين عن بعض، افريج برسنتج اوف جلوميريولاي ويز كريسنت، تمام؟ المتوسط. طب تعالى لي على البوست انفكشس كام؟ 19% يعني الخمس. بص مثلا حاجه زي الانكا بيكون كام؟ 49%. فهو اللي موجود اللي انا شايفه اللي يكون حصل بالمنظر ده كده، الحاله ديت حاله بوست انفكشس للاسباب اللي انا قلتها عشان ما اقعدش اعيد الكلام مرات اخرى. بس وجود السيجمنتال نكروزس، وجود 100% كريسنت اللي موجود ده، this is not typical. فده هيخليني افكر في حاجه، افكر في حاجه ان هو ايه؟ this is infection to start with، ولكن ادت الى secondary pathology ان هو من السيفير انفكشن اللي كانت موجوده بالمنظر دوت كده، ادت ان حصل دامج في الاندوثيليوم بتاعه البلاد فيسلز وعملت لي فاسكولايتس، اللي هي ادت الى ان الدنيا زادت معانا وبقت عامله لي اللي هي ال 100% زي بالظبط المره اللي فاتت. دي حاله انكا نيجاتيف ولكن كومبليكيتد بسكندري تي ام اي. هو الانكا ممكن يكون معاها تي ام اي، او جبت لكم الريفرنس عليه المره اللي فاتت. هو ممكن، بس الاجابه هي للاسئله، باثولوجي، الباثولوجي هنا يا عصام. اجابه للاسئله دي تخلينا نمشي مع الاثنين دول. هنيجي بقى للحته برضو اللي الدكتور هشام اثار عليها موضوع، وهي ديت نقطه خلافيه ومزعجه جدا. العلاج هيبقى ازاي في الحاله دي، قبل ما تمام؟ نخش على يعني العلاج حتى يا عصام، انت عندك في الباثولوجي ده اي حاجه تقول لك ان فيها تي ام ايه؟ ما عندكش اي حاجه تقول ان العيانه دي معاها اي تي ام ايه؟ لا، انا يعني ايه بتكلم على الحاله الفايندنج؟ بتاع الاسبوع اللي فات، انا بقول لهم دي الاسبوع مشابهه، اللي فات. انا بقول لهم دي مشابهه لبتاعه الاسبوع اللي فات، ان كان البرايمري ايتيولوجي انكا نيجاتيف وكان معاها سكندري تي ام اوكي. اي. لا دي ما فيهاش. المره دي ديت حاله بوست انفكشس جلوميرولونفرايتس وادت الى فاسكولايتس اللي عملت لي ال 100% كريسنت اللي موجوده بالمنظر ده وقد كده، تمام؟ في النهاية هل لما عملت لي الفاسكولايتس ال 100% دي، هل دي هتخليني اختلف في العلاج؟ طبعا هو هل المفروض هعالجها لوجيكالي، كبوست المفروض لوجيكالي انفكشس؟ يختلف. هل هعالجها كبوست انفكشس ولا لا هعالجها كفاسكولايتس ولا؟ خد دي حاجات المصيبه الاكبر، خد المصيبه ممكن الاكبر،
خد اتفضل يا المصيبه فندم. الاكبر على طول، انت هتشتغل على الفاسكولايتس. اي بس لو حد بقى لا نايب لك، انا اشتغل، معلش انا اختلف معاك في دي يا شيخ، انا هشتغل على البرايمري زي ما الحاله البرايمري ده بتاعت ملوش حل. الاسبوع، زي الحاله بتاعت الاسبوع اللي فات بالمنظر دوت كده. الحاله ديت عندها ايه مره تانية الاسبوع اللي فات؟ حاله انكا نيجاتيف فاسكولايتس. التي ام اي اللي جت بعد كده ديت سكندري. لا بس، لا بس هنا الفرق كبير. ليه بقى؟ اولا الدامج هنا نتيجه الفاسكوليتيك ليجنز، هي بس هي المشكله انها انكا نيجاتيف، يعني ما هيش انكا بوزيتيف. فالمانجمنت هو البوست انسبشن هتعمله ايه غير بالس ستيرويد وانتي بايوتيك تو امبروف ولا تو سولف؟ انت هتقف هنا على البوست انسبشن بس ولا هتو اكسباند؟ هتحط اندوكسنت، هتتفكر في بلازما اكستشينج وهو الاخر. فعشان كده انا اخد الدامج اللي حصل في الكيدي تريجر ماشي بالبوست انفكشن، ما عنديش شهود قويه تقول ان البوست انفكشن هو كان الاول وحصل، ما عنديش حاجه تقول لي يعني لازم يكون ده السيناريو، لكن في الاخر انا عالج انها فاسكولايت. انت تعالجها على كلينيكال سيناريو يا دكتور هشام، انا ما وده عنديش اي حاجه تقول ان العيانه وده عندها، لوجيك، وده برضه في جزء لوجيك. بس لو واحد بقى نايم لك في الدوره كده وقال لك ايه الراشونال اللي انت شفته في البايوبسي، يعني حاجه في البايوبسي تقول ان انت تعالجها كفاسكولايتس. لا انا عندي راسيونال في الفاسكولايتس في البايوبسي اكتر من انها تكون بوست انفكشن. ماشي، ايه هتقول له بقى؟ هاخد الموضوع جلوبالي زي ما الدكتور اسامه بيقول، يعني كانسيدنس كويس وك اصل انت دلوقتي، انا دلوقتي كلينيشال وانا راجل بحب على طول اخد قرار ما انا مش ضد ماشي. حضرتك، انا بكلمك على اه لا الغرض لا وانت. انا بتكلم عامه ان احنا في ماشي عيان زي ده وبلغوك في المستشفى الجامعي وقال لك واحد اثنين ثلاثه وحصل كذا 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 والعينه الكرياتينين ال 11 والبايوبسي بتقول كده وشكلها ماشي انها معاها فاسكولايت ماشي، ليميتد للكيدني. واتس يور اوبينيون؟ هتقول اصلها سكندري تو بوست انفكشن واتس ايلس؟ طب هتعمل ايه لو هي جت هي كده او كانت سكندري للبوست انفكشن؟ هتفرق معاك ايه في والله العلاج؟ اصل هي المشكله، المشكله ان انا والله متفق مع حضرتك تماما، وممكن اعمل زي ما حضرتك بتقول بالظبط لو انا في مكان. بس لو واحد من المعارضين، ووارد يكون منهم الدكتور عصام، يقول لك ايه الايفيدنس القوي اللي في الباثولوجي يخليك تدخل بقلب لا جامد عندي نكروزز. في الباثولوجي؟ يعني هل اللقطه بتاع النكروز دي لوحدها تخليك تدخل؟ انا اختلف معاك بقى واتفق برضو، ناخد رايكم وراي الشباب. طب هنا بلازما اكستشينج هتنفع في انت العينه دي؟ عارف، انت عارف يا هشام النقطة اللي انت بتتكلم عليها ديت كده، ووصل للدكتور سعيد بيقول ايه اللي موجود في الباثولوجي. انت عارف ان انا اتايم كده، صدقني واخد بالك ازاي؟ ان انا اتايم رحت جاي مفسر الموضوع دوت كالتالي. قول تمام؟ بصوا بقى، خلوا بالكم معايا، بس انا التشخيص المبدئي خلاص احنا واحنا خلصناه النهارده بتاع اليوم بتاعنا تفتح عينك وتاكل ملبن. ماشي بالظبط دوت كده. النهارده تمام؟ الملبن. طيب بص بقى، انا اتفضل هروح نقلك، لنقله تانية. اتفضل يا كلمه دكتور عصام. قصه سيجمنتال نيكروزس اللي موجوده ديت واحده، قصه 100% كريسنت اللي موجوده بالمنظر ده، ان انا مش قادر امسك في ايدي بقوه ايفيدنس اوف انفكشن بالشكل دوت كده. طبعا بس اسمعوني لحد الاخر بس، تمام؟ وهروح واخد السي 3 اللي هو ال 77 دي، اروح قايل لك يا عم ده مش قليل قوي، يعني واخد بالك ماشي ازاي؟ ماشي ال ماشي 77 ده مش قليل، بص كده. وبعدين هروح مفاجأة بقى، مفاجأة من العيار الثقيل. بص الكلام ده ألا وهي هرجعك للباثولوجي تاني، بس كده تعالى لي هنا كده. بص هنا المفاجأة، بص المفاجأة اللي انا هروح موقعك فيها. شاور تمام؟ لي عليها بيه. هقول لك حاجة، تمام؟ هي بلس واحد ولا بلس الاثنين ديت كده تشتريها؟ بمعنى واخد بالك ازاي؟ يعني عايز اهزك في الاميون ستين اللي موجوده ديت كده. عايز يعني اقول لك الكلام اللي مكتوب هنا كده، فوكال جرانيولار وطالعه زائد واحد، دي ده حاجه نيجليجيبل خالص. ايوه انا سبيسيفيك ده ترابنج ديت يعني مش ده ديت ده لا في الكم يا هشام، في الكم. This is not much. يعني عايز تقول ايه not much؟ ده ديت يا اخي عامله زي ما تكون بوسي اميون. واخد بالك ازاي؟ هي كلمه بوسي اميون معناها ما فيش خالص لا، ما ولا كلمة ولا في بوسي، معناها، لا شبه قليل. كلمة بوسي مش نيجاتيف.
لا ليتل قليل ليتل. قليل. ايوه طيب انا ماشي. ما انا ممكن، ما انا ممكن اروح جاي لك بالمنظر ده، اروح اقول لك بص بقى، واخد بالك ازاي؟ مع احترامي الشديد للكلام اللي موجود بالمنظر ده ما هي دي كده، بوس اميون تمشي. واحد للاثنين اللي هي موجوده ديت كده بالمنظر ده كده، دي كلام ليتل. عارف لو الدكتوره كاتبه لي زائد ثلاثه ولا هفتح بقي. لا لا خلاص. وبعدين نمره اثنين الاي جي جي، بص الاي جي جي فوكال، واخد بالك يعني مش في كلهم. جرانيولار. وبعدين نمره اثنين، واخد بالك ازاي، زائد واحد. الله، ما تاخد بقى كل العناوين اللي انا قلتها دي، الكومبلمنت ده مش كونسيوم، ده 77 ايه يعني؟ واخد بالك ازاي؟ نمره اثنين، ما عنديش ايفيدنس قوي امسكه في ايديا اقول لك ان دوت منظر بتاع بوست انفكشن. انفكشن. ايوه ايوه النمره اللي بعد كده، ان الشكل بتاعت الاميونوستين دي انا ممكن اوري الريبورت دوت لحد من دكاتره الباثولوجي تاني يقول لا لا لا، ده حاجه قليله قوي يا دكتور، ده زائد واحد، ده زائد، ده شكلها تمام كده تمام عامله زي ما تكون البوسي. اذا انا هروح مطلعك، هروح نقلك نقله تانيه، بس دي عشان بعمل برين ستورمنج كده نفكر مع بعض. واقول لك على فكره، المريضه ديت عندها فاسكولايتس. طب انهي نوع يا دكتور، دكتور من دكتور الفاسكولايتس؟ عصام طب ثانيه، ممكن. طب ثانيه واحده، طب اديني فرصه بس ماشي وبعدين هسمعك. ماشي يا فندم، ماشي يا فندم. طب انهي واحد من الفاسكولايتس؟ هروح قايل لك المريضه ديت عندها انكا فاسكولايتس. يا دكتور ما الانكا طالعه نيجاتيف، اقول لك انكا نيجاتيف بس مش من فاسكولايتس. مش من ان كان نيجاتيف بس مثلا. بس ساعتها بقى انت اختار اللي يعجبك. انا قلت لك الفكر الاولاني، والحقيقه الفكر ده يمكن لوجيك قوي. هقول لك ايه، المريضه دي من الاول انا خبطت لك على عينيها وقلت لك ان عندها داكروسيستايتس وانفكشن وليله والكلام دوت كده، وقلت لك الكومبلمنت سي 3 كونسيوم، وقلت لك ان عندي اباندنس اوف نيوتروفيلز في الجلوميرولاي، وقلت لك ان انا عندي الاميون ستين طالعه جرانيولار ستيننج بالمنظر دوت كده، وقلت لك انه معروف ان الانفكشن بتريجر فاسكولايتس والكلام دوت، خده مني وما تراجعش ورايا، وقلت لك ده دليل عليه. كل الكلام دوت يمشي مع اتجاه ان المريضه ديت عندها بوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس كومبليكيتد والسكند رينال فاسكولايتس. انسى اللي انا قلته ده دلوقتي، خد عنوان تاني. ايه اتفضل. العنوان التاني ديت كده؟ المريضه ديت يا فندم السيسر ما عنديش ديفينيت ايفيدنس اوف انفكشن، اللي حضرتك بتقول دي بتقول لي داكروسيستايت ده من 6 شهور، واخد بالك ازاي؟ قول زي ما انت عايز بس دوت من زمان. نمره اتنين، واخد بالك ازاي؟ ان المريضه ديت كده الكومبلمنت السي 3 دوت مش كونسيوم ده قوي. نمره اللي بعد كده، هي بوست انفيشس جلومينوفرايتس كومن تعمل لي 100% لا كريسنت؟ لا اقول لا لك لا لا، لا لا وانا لا جبت لك الجدول اللي موجود تمام. والاميونوستين اللي موجوده قدامنا ديت كده. الدكتوره داست على نفسها شويه زياده وكاتبه لنا على حاجات فيري ليتل، بتقول لي دي جرانيولر ومش عارف ايه بالمنظر دوت كده. وبعدين لما عشان بقى اثبت وجهه نظري اكتر اقول انت لك عايز يا تمشيها زي عم حالة يا عم الاسبوع اللي يا فات. عم، يعني هي خدت بالها قوي ان هي جرانيولر بالمنظر ده عشان اثبت القصه دي. حضرتك عايز تشتري دي اشتريها، وعايز تشتري دي اشتريها. لو انت بتسالني انا عصام نور الدين بتقول لي حضرتك تختار ايه؟ اختار الاختيار الاولاني. الحاله دي بوست انفكشس جلوميرولونيفرايتس وادت الى سكندري سمول فيسل فاسكولايتس، وهو دوت اللي يفسر اللي موضوع دوت. ايوه واخدين انا بالك بقى ازاي؟ انا هشام ادوني السيد. هشام اديني دقيقه واحده بس، دقيقه واحده تمام؟ اتفضل. هوري لكم سلايد وبعدين ممكن نقعد نتناقش معاكم للصبح زي ما انتم عايزين، بس انا خايف لحسن النت تقطع. طب هوريكم اخر دكتور سلايد عصام. موجوده معايا عشان بنتكلم على تريتمنت. اسمعك يا دكتوره اللي بتقولي، دكتورة هسمعك سالو، اكيد. عينيا يا دكتوره دكتورة سالو سالو، زي على الكل، راسي، على راسي أستاذة من فوق، الكلى مع الدمنهور. على راسي من فوق، واخد بالك ازاي؟ بس ربنا هقول يخليك يا لكم دكتور عصام. اخر سلايد عشان اقول لكم ايه اللي تم وايه الحكايه وايه الروايه، وبعدين هقفل ونقعد نتكلم مع بعض كده ونتناقش. ولو عايزين تراجعوا سلايد تاني هرجعها لكم. ايه اللي فبعتي بس حصل مع اللي العينه؟ ايه اللي حصل مع العينه دي؟ اللي حصل مع العينه دي كالتالي. البيشنت ريسيفد 3 بالس ستيرويد زين سولو بريد 40 ملي جرام يوميا. ماشي. البيشنت ادميتد لمستشفى الدمرداش تمام؟ وريسيف الحاجات دي خدتها وهي في الاقصر، اللي هي البالس ستيرويد وال 40 ملي جرام والبايوبسي، دول كلهم اتعملوا وهي في الاقصر. كانت دخلت عندنا مستشفى الدمرداش، اتعمل لها جلستين هيمو دايالسيس سيشن في الايام اللي مكتوبه قدامنا ديت كده، يوم 23 ويوم 28، واتعمل لها 4 جلسات بلازما فيريسس تمام.
اخرهم كانت يوم 30 مش كده وبس، والتريتنج دكتور بتاعها اللي كان بيعالجها راح مديها كمان اندوكسان 500 مللي جرام تمام يوم 29/8 اللي فات. خلاص تمام كده يعني خدت كل الحاجات اللي حضرتك ممكن تكون بتفكر فيها وات ايفر الايتيولوجي، ماشي انها بوست انفكشس وانت من الناس اللي هم اجريسيف هيخش فيها كده لان ديت خلافيه وهنتكلم فيها دلوقتي، و او عايز تخش لي في قصه ان العيانه ديت فاسكولايتس ودخلت بكل الاسلحه واديت لها 4 جلسات بلازما و و و الى اخره. طيب الفولو اب بتاع العيانه ديت حصل ايه؟ تمام، العيانه از ستيل اوليجوريك، كرياتينين كنا بادين ب 11، كرياتينين كان في الارقام اللي موجوده قدامنا ديت، وخلي بالك الارقام ديت انا كاتبها بالتواريخ بتاعتها ايه، وكاتب لك التواريخ بتاعت الجلسات عشان تبقى عارف. بروبابلي المريضه ديت لما لقوا الكرياتين نزل بقى 5 كده شويه بطلوا يعملوا جلسات هيموداياليسيس، عشان كده الفرق من يوم 23 ل 28 لقوا الكرياتين ابتدى يعلى تاني بقى 7.5، راحوا مدخلينها دياليسيس تاني، بعديها بيوم ونص الكرياتينين نزل بقى 5.7. الديسيجن الذي اتخذ من الدكتور المعالج لهذه المريضه قال لهم احنا اديناها فرصتها في العلاج بالكامل، خدت كل حاجه. اي ام سوري، المريضه ديت از اند ستيج رينال ديزيز، تو جو هوم اند تو ميك اي في فيستولا اند تو بلان فور لونج تيرم دياليسيس. I am not لا، the treating physician. الدنيا الدنيا بتتاخد على كده. مش معنى ان انا قلت كده ان انا مختلف في الفكر ده، ممكن لا، اختلف بس هو واتفق، ده موضوع لا تاني، بس هو دوت اللي تم. فانا حبيت اقول لحضراتكم الحاجات ديت كلها. دكتوره طب سلمى اتفضلي من قولي 30 قولي 8 لغاية قولي. دلوقتي حصل ايه؟ لا يعني احنا بقالنا اسبوعين. ما عنديش معلومات بعد كده، ده دي طيب، يعني اخر دي كلام اللي كان طب معلوم كده، ما عنديش قبل ما معلومات بعد بعد اذنك دكتوره كده، سلوى، بس قبل ما لكن دكتوره سلوى تتكلم دكتوره دكتور سلوى اخر سعيد، هو كلام. انا ممكن اقلب اقول انها كجوجرين ديزيز مثلا وقلبت معاها بسكندري انفكشن اون توب، يعني مع اللاكريمال عشان ساك والكورونيس. الداكروسيستايتس يعني، بس هي ما فيهاش هل اتعمل يعني لها الجوجرين بايوبسي؟ بيبقى انترستيشن برايس عنيف قوي عن كده، ما بيبقاش هو كده بالمنظر ده. ما بيبقاش عنيف، بس معاها سكندري انفكشن، وده اللي طالع في البايوبسي، سكندري انفكشن اون توب مع لونج ديوريشن. النقطة الثانية يا دكتورة سلوى، وأرجو إن حضرتك ما تزعليش مني إن أنا أجلتك في الكلام بس شوية، أنا لا كنت لا عايز لا يا فندم أوصل تحت أمرك. المعلومات ديت كده بس عشان إيه نبقى كده ونقعد نتناقش، أنا ما عنديش مشكلة خالص. اتفضل يا أنا ليا ربنا وجهة يكرمك. نظر، ليا وجهة نظر كلينيكال شوية، تمام؟ أي أنا دايماً ما بحبش أروح للحاجات الريل. أنا بحب دايماً أفكر في الحاجات الكومن، عشان برضو بعض الزملاء كاتبين على الشات يقول إيه؟ العينة ديت ممكن تكون سيرو نيجاتيف لوبس نفرايتس. يا لا جماعه مش عايزين نروح للحاجات لا لا البعيده، لا 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 ما تخليك قريب معايا شويه، واخد بالك ازاي؟ لو انا سالت حضرتك يا دكتوره سلوى which is أي more common in our country البوست انفكشوس ولا حالات الجوجرين؟ تمام؟ لا انا البوست تهيألي انفكشن. انا اه تهيألي انا والدكتور هشام احنا الاثنين مع بعض، لو سالتي حالات الجوجرين اللي انتوا الاثنين مع بعض شفتوهم قد ايه؟ هيطلعوا أي حالتين، وهيكون الاثنين دول شافهم الدكتور هشام ما وشافهم. بيبقاش اجريسيف، بس هي كومبليكيتد، ما هياش جوجرين فقط. انا انا بقصد معاكي، انها انا معاكي، بس في كرونيستي في عارفه البايوبس. حضرتك في الاول، عارفه حضرتك في الاول اتصوري كده، يعني انا مش روماتولوجي تمام، بس ايوه انا اتفضل. تصوري العينه ديت هيبقى عندها كومبلينت ان عندها دراي اي ودراي ماوس من زمان، وعندها مالتي سيستم مش عارف ايه، وعندها 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 والنيفروباثولوجي كمان هيفرق شوية عن كده. يعني بالاضافه للراريتي بتاعت الكونديشن ديت كده. على فكره انا كنت عامل محاضره على الجوجرين ديت كده، وجبت صوره الراجل وي عملت حاجات بالمنظر ده، فوجئت ما بيبقاش ولقيت اجريسيف مع الكيدني. لا، ان الانسيدنس بتاعته والبريفلنس بتاعته حاجه فيري 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 وان اوف ذا ريرست روماتولوجيكال ديزيزز. فاذا انا مش عايز امشي دايما او تفكيري، ممكن حضراتكم توافقوني او تختلفوا على راسي من فوق، انما انا دماغي دايما بروح مع الحاجات المور كومن في المنظر دوت كده. انا معاك انا يا عصام، بتكلم اتفضل. انا معاك، بس عايز اقول حاجه هنا، حاجه مهمه. كون انها بوست انفكشوس ما عنديش حاجه تقول، ومش يعني مش هبص لها لانها كانت حتى مرحله سابقه، يعني حتى لو هي
السيناريو كده انا همسك في اللي لاست باثولوجيكال فايندينج. لا ما فيش اي حد يختلف ان فيها فاسكولايتس. نيجي بقى على البلازما اكسيت تشينج، هل العينه دي فيها انديكيشن ان انا اعمل لها ثيرابيوتيك بلازما اكسيت تشينج ولا لا؟ يعني انا عملت لها 4 جلسات ووقفت، لا كملت تمام ولا يعني ولا خدت القرار انك ما تعملش. صح. هقول لحضرتك، هي البلازما اكستشينج هو سحر ولا شعوذه؟ البلازما فاريسز او افاريسز عامه هو ترانزيانت تايب اوف بلاد بيوريفيكيشن عشان اشيل حاجه محدده لغايه الاميون سبريشن ما يشتغل. يعني ما فيش حاجه اسمها التريتمنت بلازما فارس، ده ترانزيانت، او ان انا ده بريدجنج لغايه ما استنى الاميون سبريشن يشتغل. نتكلم في الحاجات دي كتير في كل انواع البلازما فارسز بانواعها المختلفه، الا اذا كانت حاجه ترانزيانت زي جوين بيرت سندروم بشيلها وخلاص على كده والدنيا بتحلو. طيب انا هنا في العينه دي انكا نيجاتيف، السيركيليتنج انتي بوديز اللي انا ناوي اشيلها هي ايه في البلازما اكستشينج؟ هشيل ايه بالظبط؟ انت ناوي تشيل ايه؟ هل ناوي تشيل حاجه مش موجوده ولا ناوي تشيل حاجه ما بتتقاس او مش معروفه او مش روتين؟ ما انت ممكن تقول لي ما هشيل حاجات تانية بس ما لهاش لاب، هقول لك هي ايه بالظبط عشان نشوف الكاينيتك بتاعتها. يعني البلازما اكستشينج هنا القرار ان هو يبتدي عليه كويتشن مارك، والقرار ان هو يوقف على 4 عليه كويتشنين ماركر، يعني فاهم قصدي؟ هي الانكا اسوشيتد فاسكولايتس اساسا في البلازما اكستشينج ده كاتيجوري متاخر، ده انكا اسوشيتد، ده انكا بوزيتيف، ده انتي بوديز، ده انا هشيل، فما بالك. فاهم قصدي؟ فانا يعني واندرينج فعلا ان هو ابتدى برضه نشوف راي الدكاتره. انا ناوي هو اعمل ايه بالبلازما هي فارس؟ الفكره في اللقطه ديت يا هشام، ان احنا لازم نسال، بس ليه؟ احنا مش 100% زي ما انت عارف بالمنظر دوت كده، تمام؟ وكتير من كل المحاضرات بتاعتنا والزوم ميتنج و و و و الى اخره، بنقعد نسال ونقول ايه، تمام؟ يا دكتور فلان، ان هو ولادنا النواب، ما سالتش الدكتور فلان الفلاني لما قال عملت بايوبسي ولا ما عملتش بايوبسي، ولا ادى ولا ما اداش الحاجه الفلانيه دي، ايه الراشونال وراها، تمام؟ وانت او الدكتور مجدي او انتوا الاثنين مع بعض في نفس واحد بتردوا وتقولوا ايه؟ مش هيسالوا النايب، مش هيساله، مش هيسال الحد اللي انا موجود بتكلم قدام مش سنترال على كده، البروسيدور، انا بتكلم دلوقتي على البرين ستورمنج بتاع الدكاتره. انا تمام؟ كل انواع البلاد بيوريفيكيشن اللي انا ضيعت فيها عمري 38 سنه في كل انواع البلاد بيوريفيكيشن، حتى في الانفنشنز والانوفيشنز اللي عملتها والحمد لله رب العالمين على كده. لكن لازم الفيلوسفي بتاع البلاد بيوريفيكيشن تكون مبنيه على قواعد. الناس فاكره البلاد بيوريفيكيشن مكنه وفلتر ودم بيعدي وبننظف، والعين غسل او العين اتفصل، وهي بتتقال كده عين فصل ولا لا، العين غسل ولا لا. الموضوع بيوند كده خالص، ده فيلوسفي وليها ريباوند. يعني لما تيجي تقول لي عايز اشيل اي جي ام، هقول لك يا سيدي الاي جي ام بتاعك ده اكثر من 75% انترا فاسكولار، يبقى انت ممكن تعمل ايفن ديلي او انك انت هتشيل، لان هو هتشيل من الانترا فاسكولار كومبارتمنت. هتيجي تقول لي الاي جي جي اللي انت عايز تشيله، هقول لك لا، ده الاي جي جي ده 40% 45% انترا فاسكولار، يبقى ما تعملش ديلي واللي هيبقى ابيوز، لانك انت لما تشيله هتستنى يحصل ريباوند من الاكسترا فاسكولار كومبارتمنت، طيب unless العيان عنده لايف ثريتنج زي ديفيوز الفيلار هيمرز، تمام، هتضطر تعمل ديلي وانتي جي بي ام. طيب هنا عيانه زي دي انا بعمل بلازما فارسز ليه؟ بشيل ايه بالظبط؟ قولوا لي. العيانه ما عندهاش سيركوليتنج اي نوع من انواع البوستيف انكا او اي حاجه، انا هشيل ايه؟ طب انا شلت عملته ديلي ولا افري اذر داي؟ طب عملت سبستيتيوشن البومين ولا بلازما؟ طب وقفت على 4 ليه؟ ما فيش حاجه في الجايد لاينز تقول عيان يعمل 4 جلسات. لا، هي 4 جلسات دي كويشنبل، بس انا ليا بس حاجه طب ايه مش البايو واضحه. ماركر بتاعك اللي هو قبل الجلسات وايه البايو ماركر اللي بعد الجلسات عشان تعرف الريسبونس بتاع البلازما فاتس؟ فكل ده عشوائي. اتفضل دكتور سعيد. معاك حضرتك في الستيم بتاع الكلام، في راس الكلام اللي قلته، ان بشيل شيء محدد، يعني بعمله عشان اشيل شيء محدد.
الثيرابيوتيك بلازما اكستشينج، صح؟ صح. هتسمح لي كلمة أو غير محدد، يعني الغير معروف، غير معروف أو غير مؤكد بمعنى آخر، او بمعنى غير معروف. أو غير ملموس لحد الآن. بمعنى إيه؟ حضرتك في التيم إيه؟ سي لو اتش يو اس أو تي تي بي أو وات إيفر، وحضرتك بعت تعمل الأدم تي 13 ولسه ما جاش النتيجة، وبتقول لي اعمل، ابتدي على طول يا سعيد اعمل بلازما فيرسس. خوفا من هو يكون تي تي بي، لكن ايوه، لما اذا على ايه؟ على السبيكيوليشن، ايوه انت على لفت، السبيكيوليشن. بس الكاينيتكس في التي تي بي انت عارف انت داخل تجيب ايه من جوه، هتشيله بالبلازما فارسس. طب انت مش متاكد انك انت تي تي بي والحاله بتبقى اجريسيف، ايوه اعمل يعني زي اللوبس. اللوبس في الجايد لاينز الاخيره بتقول لك ايه؟ بتقول لك مشاكك انها تي ام اي اسوشيتد وذ لوبس، ابتدي لو سمحت حضرتك البلازما فارسس وتعامل انها تي تي بي لغايه ما يجي لك الادم تي 13. جالك الايه؟ ادم تي 13 اكتيفيتي بتاعتك 10% اند اباف، خلاص انت مش تي تي بي، وارجع تاني انك انت تي ام اي ايوه اسوشيتد لوبس. يعني بمعنى رد اخر حضرتك بتقول لي ان في سبيكيوليشن اصلا، انا احتمال متوقع كذا فبحاول اشيله. بالظبط، عشان كده بتيجي تقرا الاسفل جايد لاين، وده والجايد لاين كبيره جدا في الاسفل 2023، وعمل سنسس على 2024. الراجل يعني فعلا يعني مجله رائعه بيخاطب العقول. بيقول لك الراشونال الاول، بعد ما بيقول لك الراشونال يقول لك الكلينيكال ترايلز وطلعت ايه، ايوه وبعد ما بيقول لك الكلينيكال ترايلز طلعت ايه بيقول لك الدوسز بتاعتها ايه، واحد ونص، تمام. ده البلازما المحاضره فوليوم ثلاث ده المحاضره 3 ساعات يا بينا سامعها، لهاش اربع حل بقى، ساعات المحاضره 4 ساعات ما لهاش انت حل 4 ساعات. فاللي انا عايز اوصله للناس، تمام، انت هتاخد قرار في البلازما اكستشينج اهلا وسهلا، قول لي انت ناوي على ايه من اولها كده، واديني بلان طويل الامد. ايوه ابتديت شاكك الان، بتدي العين اخر فرصه، ما عندكش قاعدة عريضة هتشيل، أدوك هو بتشيل اللاست وخلاص ويبون، اللاست ويبون في ايده. وبتشيل وخلاص. طب أنت يا عم مش مع الجايد لاين أهو، بتقول للعيان عشان ترضي ضميرك والعيان يبقى مبسوط، طب ليه ماشي. وقفت عند 4 ليه؟ وقفت عند 4 ليه؟ ما ادام ابتديت بقى اكمل، مش كده؟ يعني ادام اديت كف في الخناقه اكمل خناقه بقى. بالظبط كده، يعني أنا ده رأيي أنا الشخصي، عشان إحنا كده داخلين على ساعتين. تمام. و بشكر طبعا كل الساده الحضور. دكتور عصام، ليك اي اوبينيون قبل ما نقفل؟ لا، هي الفكره بس اللي انا كنت هقول عليها، عشان برضو الزملاء الموجودين معانا نطلع بيها بدرس. احنا الحقيقه في حاجات كتير قوي اعتقد ان ممكن نكون استفدناها النهارده من اكيد. عرض الحاله دي كده. انما خلينا نمشي مثلا نقول ايه، المريضه دي انا من وجهه نظري شايفها انها بوست انفكشس وجايه بكريسنت جلوميرولونيفريتس بالمنظر ده كده، تمام لحد اللقطه ديت. بس مش هنخش في الحاجات اللي هي الديبيت، انا بحب دايما ابقى كونسنتريتنج عشان نطلع بدرس مستفاد او نطلع بمعلومه مفيده الى اخره. السؤال، الكريسنتيك بوست انفيكشوس جلوميرولونيفريتس علاجها بيبقى ازاي؟ انسى ان انت مختلف معايا دلوقتي انها بوست انفيكشوس ولا لا، فاسكولايتس ولا لا، بس ماشي. خلينا نمشي مع الاطار دوت كده. انا عندي عيان، والقصه دي على فكره بنشوفها مش قليله عندنا في بلدنا، والحالات اللي هي بتاعت البوست انفكشوس جلوميرولونيفرايتس اللي هي بتيجي في الناس اللي هم في الادلت او في الكبار في السن، وبيكون نسبه مش قليله منهم فيهم كريسنت. بس ايوه الحاجه اللي بتاعت المرة دي بس الغريب فيها حكايه ال 100% كريسنت دي، هي دي الحاجه الجامده الكبيره امانج اذرز. دي حقيقة. السؤال اللي انا عايز اطرحه دلوقتي، لو جات لنا يا جماعه حاله بوست انفكشوس جلوميرولونيفرايتس وكانت اكتر كلاسيكيه من الحاله اللي موجوده معانا ديت دلوقتي، وكان فيهم كريسنت 20% 30% كريسنت مش 100% زي بتاعت النهارده بالمنظر دوت كده، برضه وانا بقول السؤال بتاعي كده اجابه سريعه كده، حد بعد بيقول ايه هي البوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس يكون معاها نيفروتيك رينج بروتينوريا؟ يس، في الادلت ممكن. وفي لا الاولد دي ما بيشن، دي عادي. في الادلت وفي الاولد، مش في الاطفال. في الاطفال تخليني افكر في انتيتي تاني، انما في الادلت وفي الاردرلي بيرسونز البوست انفكشنز جلوميرولونيفرايتس ممكن يكون معاها نيفروتيك رينج بروتين.
تمام. نعالج ازاي البوست انفكشنس كريسنت جلوميرولونيفرايتس؟ هذه نقطه عامله مشكله كبيره قوي في الكتب بتاعتنا وفي الجايد لاينز بتاعتنا بالمنظر دوت كده، ما بين ان في ناس، ودي معظم الحاجات اللي انا قريتها تمام ماشيه في هذا الاتجاه، ان هؤلاء الناس ما بيتعالجوش بالاجريسيف ثيرابي اللي احنا عارفينه مع الحالات بتاعت الرهاب البروجريسيف جلوميرولونيفرايتس، وانه لما تابعوا بعض هذه الحالات حتى الناس اللي كان عندهم كريسنس حصل لهم بعد كده ريزوليوشن للكريسنس ديت، والكيدني فانكشن اتحسنت الى درجه كبيره عند هؤلاء الناس، ومش لاقيين لا تبرير ولا تفسير للقصه دي. ومن ضمن اشهر المصادر اللي كاتبه الكلام دوت كده كتاب هاريسون بتاع الجزء بتاع النيفرولوجي. فعشان كده لما تيجي تبص التريتمنت بتاعه بيبقى جاست سبورتيف ثيرابي، انكلودنج المريض لو احتاج يعمل داياليسيس وكده، ما بيديش اجريسيف ثيرابي للعيان وده انا عشان قلت لك من البوست الاول. انفكشس، عشان البوست انفكشس اللي هي الكريسنتيك ديت كده لما تابعوهم لقوا انها بتتحسن. في رأي برضو تاني قالوا ايه؟ العيانين بتوع البوست انفكشس الكريسنتيك دول كده ما بياخدوش الاجريسيف ثيرابي زي الحالات بتاعت الانكا فاسكولايتس مثلا والحاجات التانيه ديت. ليه؟ لان لما تابعوا العيانين دول كده اللي عندهم بوست انفكشس ويز كريسنت، سواء خدوا الاجريسيف ثيرابي ولا ما خدوش، لقوا الاوت كم في الاخر بقوا الاثنين زي بعض. يعني الاميونو سبريسيف ثيرابي العنيفه اللي احنا بنديها لحالات الار بي جي ان دي لم تحسن الاوت كم بتوع حالات البوست انفكشس ويز كريسنس. تمام. كان تمام. فيه في كتاب برينر كانوا كاتبين طبع الطبعه العاشره، كانوا كاتبين الحالات اللي فيها كريسنت اكتر من 30% العيانين دولت لا اما بياخدوا بالس ستيرويد فولود باي اورال ستيرويد لمده شهر ونص، او ياخدوا جلسات البلازما اكستشينج عند هؤلاء المرضى. وكاتبين في الطبعه العاشره ديت الريفرنس بتاعتهم عشان اللي عايز يقراهم يشوف القصه ماشيه ازاي، عشان مره واحد من الناس سال هم كام جلسه ونعملهم ازاي ومش عارف ايه. دي حاجات عملوها ولقوها انها مشيت معاهم ونجحت معاهم. الحقيقه سمول 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 انا نزلت الطبعه ال 11 اللي هي الاخرانيه بتاعت برينر طبعه 2020، وفتحت البوست انفكشنز جلومينوفرايتس قبل ما اقدم البرزنتيشن بتاعت النهارده ديت كده، لقيت الكلام دوت مش مكتوب في الطبعه ال 11. اتشال خالص. وانا تصوري بعض الزملاء عندنا قروا زي ما انا قريت، او ربما يكونوا سمعوا مني او الى اخره بالمنظر دوت كده، وعشان كده بيدوا بالس ستيرويد، وبعضهم بيدي جلسات كده بلازما فيرسز امبيريكالي، ما هياش على بيزس قويه قوي زي ما الدكتور هشام بيطلب بالمنظر ده، سواء من ناحيه العدد سواء من ناحيه عشان يشوف ريسبوندنج ولا لا. الحاله بارتيكولار اللي موجوده قدامنا دي انا ما اقدرش اقول اجابه السؤال اللي قاله الدكتور هشام، الاربع جلسات دولت على اي اساس؟ واشمعنى اربعه؟ واشمعنى اللي يجاوب هنا لو كان معانا التريتنج دكتور؟ بس انا ما اعرفوش الحقيقه. تمام؟ لا لا لا، لان انا قصدي بناخد رأي الناس، الديسيجن ده صح ولا لا. انا احب ما هو قوي الراسونال، اللي انا انا عايز راجل اقوله عشان اعشق الراسونال، خاطب العقول وخاطب عقلي، عشان اديك ايه زي ما بقول لك ايه، اديك ودني واشوفك بقلبي واسمعك وهكذا. لازم في على الميدسن وفي النفرولوجي يبقى في جزء كبير وات از يور راشونال. هتقول تمام لي حدد العيان ده بالس اندوكتان، طب انت اديت له بالس، هتدي له بالس تاني ولا لا؟ هتكمل معاه ولا لا؟ طب هتعمل ري بايوبسي تاني؟ ما العينه من 30 8 بقى لها اسبوعين او ثلاثه، هتدي حاجه اجريسيف روتكسيماب ولا اقول لك ما تيجي ناخد رينال بايوبسي لا يجوز كل 100 بقى 100% فايبرس كريسنت؟ قبل بقى ما تعف وتكمل، ما انت كده واخد بايوبسي بقى لك شهر تمام؟ داخلين على 3 اسابيع. انت فاكر ان ال3 اسابيع اللي انت اديت فيهم الحاجات دي جابت نتيجه، والسيلولار كريسنت اللي كانت موجوده دي راحت بأمارة ايه؟ كرياتين لسه بيعلى، وهي ده هيلث ديبندنت. انا رايي الشخصي مفيش اي انديكيشن بلازما فارسس، رايي الشخصي ممكن تاخد اندوكسان وهتعمل مونيتورنج للرينا بروفايل، لو مفيش ريزلتس كافيه اعمل ريبابس قبل ما تقرر تكمل الاجريسيف ثيرابي، لان انت عارفين البلد دي هتموت العانه من انفكشن. كون انها تكون ابتدت بوست انفكشن ولا ما ابتدتش، دي ما تشتغلش معايا.
تبتدي زي ما يبتدي، انا همسك قطار في الاخير عشان الحق الماراثون بتاعي مع الاجريسيف 100% كريسنتيك جلومينر فاكتور. يعني حضرتك مش موافق، او على الاقل الى حد كبير مش موافق على ان نليبل هير انتستيشناليتيز في الاونه دي؟ لا مش موافق طبعا. انا بس انا عندي بايو ماركر، تمام، عندي بايو ماركر، خدت بالس ستيرويد صح، ابتدى معاه بالس اندوكسان مش عيب، تمام، ماشي. لغايه ما تبتدي الرينال بايوس. ما تجيش لو سمحت ما تمسكش ايه البلازما فارسز من غير راشونال عندك والاميون ماركر نيجاتيف. انت ناوي تعمل ايه بعد كده بقى حضرتك؟ خلاص احنا عدينا البيك بتاع البرين ستورمنج وبتفكر في العيانه وانت هتنسى التفكير، انت ناوي تعمل ايه؟ هل تكمل اندوكسان؟ طيب، ما هو هتدي؟ هيرد على حضرتك، يقول لحضرتك الاتي يا دكتور هشام، اتفضل. هيقول لك انت وافقت على الاندوكسان اللي انا اديته على انها فاسكولايتس، اوكي، ايوه. طب وليه مش موافق على البلازما فارس؟ ما هي لا، ما هو ما البلازما طالما وافقت فارسز، على الاندوكسان وافق على البلازما فارس، هيرد على حضرتك ويقول لك كده. ما لو هي انكا اسوشيتد فاسكولايتس، ايفن لو هي انكا اسوشيتد فاسكولايتس مش انكا نيجاتيف، هو في على الراشونال بتاع استحياء، حتى في على استحياء حتى الانكا نيجاتيف، بس طبعا على استحياء اكتر من الانكا اسوشيت، ان ممكن تعمل بلازما ده فارس. كلاس كام؟ ده كلاس كام ده حتى كلاس الانكا فوق الاخر خالص. يعني ايه لو انكا يعني صح. اديني عقلك وخد عقلي نفكر نتكلم مع بعض. انت هتعمل بلاد بيوريفيكيشن، ما فيش سحر جوه الفلتر هيخش يعالج العيانه، ده لا 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 ما هوش ميونوجلوبولين، ما هوش كل الماب تمام. اكلوزيماب ولا ريتوكسيماب ولا يعني تقصد حضرتك نديها فرصة تانية في الايمونو سبريشن، ولو ما جابش نتيجة لو تعمل هي بايوبسي. ستيل دياليسيس ديبندنت من 30 8 ل 14 9 اي كان هاف ذا اسامبشن ان كل الكريسنت اللي موجوده بقت فايبروزس، لانها لو اتحسنت هتسمى عندي في الكرياتين. لكن طيب قبل ما تدي لو سمحت جرعات تاني من اندوكسان او تفكر في ايمين سبريشن اقوى، اعمل ريبابس شوف الوضع يعني انت ايه بقى عاوز تعمل، عاوز بعينك. حضرتك تعمل، انا بكمل كلامك، بس عاوز تعمل ريبيوبسي عشان لا تقفل الباب لا تسيبه سنه موارب حسب النتيجه ما تبان. عايز تشتغل على بايو ماركر، هقول لك الرينال فانكشن واليورين اوت بوت، تمام، هو ده دول مش الماركر. مبشرين او مش مبشرين عندنا. خلاص انت عديت 15 يوم، عديت 15 يوم من بعد الاندوكسان وجلسات البلازما والبلسات الستيرويد والاورال ستيرويد، فانت دلوقتي في منعطف يا دكتور فلان، العينه بتاعتك اديها اندوكسان تاني ولا ما اديش؟ طب اروح ناحيه الريتوكسيماب ولا ما اروحش؟ طب ما تقولنا اكرر اعمل لي جلسات بايوبسي تاني. البلازما ولا ما اكررش؟ هل معلش السؤال، هل لو عيانه سيلولار كريسنت من 15 يوم لا غالبا ضرب، معظمهم ضرب تاني خلاص، خرج والرينال فانكشن بتاعتك نوت امبروفد ما واليورين اوت بوت تحسنتش. بتاعك ما تحسنش، هل تتوقع ان العينه دي خفت؟ لا بنسبة عالية. لا طبعا ده انت مش بتتكلم في اف اس جي اس، مش بتتكلم في، ده انت بتتكلم 100% كريسنت، لما تروح لما تبقى فايبروزس اختار واحده من الاثنين، راحت هتسمى عندك يورين اوت بوت وهتسمى عندك كرياتين وداياليسيز اندبندنت، طب ما هو ده ما ممكن يكون راحتش رده، ممكن يكون رده يقول لك ايه، طب ما انا شايف البايو ماركرز اهو في صوره اليورين اوت بوت، اديني والكرياتين، ماشي، راشونال. ايوه قول والكرياتينين لي، ما بيتحسنش، ايوه قول لي خلاص العينه بقى، دلوقتي بتجيب خلاص بقى لتر خليها ونص، اند ستيج. ها ما هي بتديني لتر ونص والعينه داياليسيز اندبندنت ومعلقه على كرياتين 3 3 ونص، اقول لك كمل على الاندوكسان، ستيل اهو، دياليسيس ديبندنت وستيل اوليجوريك وستيل الكرياتين بيعلى، ما تديش اندوكسان، تمام. قلبك ضعيف وقلبك وجعك ومش فاهم، خد ريبايوبسي. اسهل بكتير عشان جدا، تقف على اسهل أرض بكتير صلبة يعني. جدا، اسهل بكتير جدا انك تقعد تمشي العينه دي على 6 شهور اندوكسان أنا فاهم، بس. ما منه ضرر يعني، كضرر وكفلوس وغيره، لكن أساسا عاوز تقف على أرض صلبة وتقول له اعمل ريبيوبسي عشان تقف تقول دي يس أور نو. طبيعتي، دي طبيعتي ككلينيكال وأنا تو كات شورت. أتفق إلى حد كبير مع حضرتك في كده. ما أعرفش الدكتور أسامة والدكتورة سلوى إيه رأيهم بقى. دكتور عصام مش موجود. دكتورة سلوى، دكتورة سلوى اتفضل لو عايزة تقول كومنت كده في نهاية الموضوع عشان نقفل الموضوع النهارده. ماشي يا بس بيه. هو اللي أنا شايفه إنها يعني حالة مش حاجة غير بنشوفها كتير مع الحالات اللي بتجيلنا، بس بتثير تشالنجينج يا دكتور عصام، تشالنجينج. أثارت أسئلة كتير وأثارت حاجات كتيرة خلتنا نفكر حالة فيها، رائعة يا عصام، حالة رائعة طبعا. عملنا ستيميوليشن للبرين بتاعنا كلنا
ان انت ما تبقاش دي حقيقة. عادي الفكره كده وباصص، لا ده بص كده وتعالى كده واعمل كده ايوه وادعو ايوه هنا. ايوه فهي ديت الهدف من الحكايه، مش الهدف زي ما احنا متعودين ان احنا بنتكلم طبعا مع دكاتره نيفرولوجيست بوست جراديويت، مش واحد قاعد كده عشان اجي اقول له في الاخر بص بقى التشخيص طلع كذا وعلاجها كذا والسلام لا عليكم. ده طبعا دي حالة لا جميلة. هو خلي بالك في حالات بتبقى رير لكن بتوجه النظر للناس، وزي ما برضه هقتبس كلمتك، واحنا الاثنين مدرسه واحده، الدكتور سعيد نفس المدرسه والدكتوره سلوى، الرير تو نو مش تو تريت، يعني الرير تبقى عارفه حاطه كده في جيبك موجود عارفه واخد بالك منه، لكن مش ده التوب اوف ذا ليست عشان تمام تعالج بيه. تمام 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 بس ودي من احد الدروس المهمه يا جماعه اللي نخلي بالنا منها، لان انا لاحظت يا هشام في الكومنتات اللي بتيجي من اخواتنا الصغيرين شويه في السن اللي موجودين، احيانا ببص مش حاله النهارده بس، في حالات قبل كده تمام، تبص تلاقي حاله ماشيه في اتجاه معين واضح بالمنظر ده، وتلاقي حد بيحب دايما يختار الحاجات البعيده، الحاجات الرير، الحاجات اللي هي الانيوجوال. ايوه فخليكم دايما، احنا من زمان خالص كان استاذنا كومن از الكبير كومن، كلنا كومن از كومن الدكتور صبور الله يرحمه، ده الله طبعا يرحمه. من كبار اساتذه البطنه في مصر كلها زمان، وعلم من اعلام البطنه عندنا في عين شمس. فانا من الناس اللي انا سمعت منه الجمله دي كده، everything which is common is common، تمام، هي ديت الفكره. ما فيش داعي ان انت تفكر في الحاجات البعيده، ما فيش تمام داعي ان انت تتصور ان انت مثلا كده ايه لما هتقول حاجه unusual خالص ورير قوي بالمنظر ده، ان انت يعني كده هتستدعي الانتباه او هتسترعي الانتباه او الحاجات زي كده، لا القصه مش في كده تمام. دي حقيقة. القصه دي حاله بوست انفكشس جلوميرولونيفرايتس، بوست انفكشس دي كومن في بلدنا ولا كومن تمام؟ طب ليه ما تكونش مش عارف سيرو نيجاتيف لوبس؟ لا يا عم سيرو نيجاتيف لوبس ايه؟ ما فيش فيه فايندنج خالص موجود، يعني كيفيه التفكير كده. احنا مش بنقلل من راي اي حد، انما الفكره واجب علينا تمام ان احنا بنساعد بعض كده وبنتفق مع بعض how to guide your way، او ان انت تبص بالطريقه المظبوطه، بشيل منك بالظبط الحاجات اللي هي انت ممكن تبعد منها على الطريق، بقول لك لا قرب ما تبعدش، واخد ما بالك تشتش ازاي؟ يعني كاختصار كلامك ما تشتش. دي حقيقة دكتورة دي سلوى، حقيقة. دكتورة سلوى معانا ولا؟ طيب تمام، انا يعني متشكرين جدا للدكتورة صار، شكرا دكتور دكتور عصام، سعيد، شكرا دكتورة جزيلا، سلوى، شكرا دكتور وللشباب عصام، اللي موجود معانا. شكرا. وانا رأيي القعدة بتاعت النهاردة دي حلاوتها مش في الفرجة، حلاوتها انك انت تسمع الدسكشن، حطها على فلاشة وانت ماشي بالعربية كده، اسمع الايه البهاريز من الاساتذة زي ما بيقولوا، واسمع الكومنتس واسمع الدسكشن، هتستفيد جدا وتسلي نفسك في الطريق، حتى لو مش متفرج على السلايد اسمع الدسكشن. اشوفكم على خير يوم السبت الجاي ان شاء الله. انا غالبا بلاش توصية ان يسمع حاجة وهو ماشي في العربية، دي تاخد من تركيزه، هتاخد من تركيزه يا هشام، ربنا يسترها على الناس من الحوادث. لا لا، انا ليل انا ليل هو وانهار. هيسمعها وهو قاعد ورا والسواق قدام طبعا. انا لا ده موضوع تاني، ده موضوع تاني. اشوفكم على خير، انا شكرا السبت الجاي جزيلا. ان شاء الله غالبا مش هبقى موجود لارتباطي بمحاضرات تانية ومؤتمر، وان شاء الله نتقابل السبت اللي بعد الجاي باذن الله تعالى ان شاء الله. شكرا دكتور عصام، شكرا دكتور هشام، شكرا شكرا للدكتور على سعيد، خير، شكرا لهشام، اشوفكم شكرا على عليكم، خير، شكرا مع شكرا، السلامه. مع السلامة.